الله مشاهدينا رح تستفادوا كثير من هذا العدد الجديد من برنامج صباح الشروق، تلقوا فيه كل المتعه والاهم من ذلك تلقوا الفائده والاستفاده. ككل يوم سبت نتقاسم التقديم طبعا مع لطفي عيشوني، يعني نبحث عليه من مقبل ما على باليش وين راه بدا الوظيفه. كملي مديت لك وحده الكادر من مخرج ناوي يحير فيه. اها هكذا نضبطوا الصوره مليح باش نقلبوا الرؤيه لمشاهدينا ونصبحوا بالخير على احلى جمهور مشاهدي قناه الشروق تي في اللي اختاروا دائما برنامج الصباحي صباح الشروق ملتفين حول مائده فطور الصباح. نقول لكم صحه قهوتكم استمتعوا بها ان شاء الله تقضي وقت ممتع. رفقتي انا وزميلتي ايمان ورفقه ضيوفنا المميزين اللي راح ينورونا باطلالتهم لنا اليوم في هذا الويكاند. اهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا. مرحبا بهذه الاغنيه الجميله المرحومه حسني اجمل واحلى سلام لاحلى جمهور مشاهدي قناه شروق تي في اللي اختاروا دائما برنامجنا الخدماتي بامتياز صباح الشروق. صح احسن ما اخترتوا مشاهدينا، رانا معكم الى غايه العاشره ونصف بخدمات متنوعه وثريه ان شاء الله تلقوا فيها كل فائده والاستفاده. من دون اطاله نكتشفوا مع بعض ابرز المواضيع اللي اخترناها لهذا العدد. كما قلت ايمان عباس اليوم اكيد لظروف خاصه يتعذر عليها الحضور، تحضر معنا لكن وعدكم انه الموضوع راح نناقشوه ان شاء الله الاسبوع القادم بحضور احلى دكتوره الدكتوره ايمان عباس. هذا لان عنه في كثير من المواضيع تقدروا تفعلوا فيها مشاهدينا من خلال تشكيل رقم الهاتف لرابيدار اسفل الشاشه 03-70-92-94 اللي يخليكم تتواصلوا معنا على المباشر، او بامكانكم ارسال رسائلكم على تطبيق الواتساب او الصفحات الرسميه لقناه الشروق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. مستعدين؟ حضرونا انفسكم يا ناس يا طيبين، كما قالت ايمان رقم واحد واوحد يمكن للجميع التواصل معنا والتفاعل من خلاله. والمواضيع التي اخترناها لنهار اليوم عندنا بزاف مواضيع راح نعيشوها مع عمر عدل اليوم من برنامج. عمر سنة 2023 قصير جدا، بقاو ايام فقط. وصلنا على السنة الجديدة، ان شاء الله ايامكم كلها افراح. يا رب وان شاء الله كل من عاش خيبه امل خلال هذه السنه ان شاء الله ما يعيدش يعيشها خلال السنه المقبله. توكل على الله وكل شيء راح ينحل. صح ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ما كاش احسن من التوكل على الله سبحانه وتعالى ونتفائلوا دائما خير ان شاء الله يا رب. نعود نصبح بالخير على كل من التحق بنا، نقول لكم مرحبا اهلا وسهلا، مازال معكم الى غايه العاشره والنصف. حابين دائما كالعاده نفتتحوا البرنامج بالطاقه الايجابيه والنشاط الحيويه، وين نلقاوها؟ في الفقره الرياضيه مع الكوتش منير بوشاوي. نتابعوا مع بعض في هذه الورقه. راح يكون حاضر معنا اليوم. اليوم السبت ويكاند. غابت لي غابت لي ويكاند. بزاف ناس يضيعوا يعني في الفقرات والمحطات اللي نرافقوا من خلالها، بالاخص العمال والموظفين اللي نكسبوهم كجمهور خلال الويكاند. ويكاند ممتع مريح نتمناه للجميع، والعطله مازالها للاطفال، عطله مريحه ان شاء الله يا رب. مريحه ان شاء الله يا رب، استمتعوا بها ان شاء الله، خاصه وانه الاجواء ايضا هي ربيعيه اليوم. صح لطفي، ما كاش بزاف البرد، ما كاش الشتاء. ما باش اذا كان لازم نفرحوا ولا ما نفرحوش بالمفروض، لانه الشتاء والمطر. صح صح لكن يبقى رحمه، يعني اي حاجه من عند ربي سبحانه نقولوا لها مرحبا واهلا وسهلا. رايحين على فاصل مشاهدينا، فاصل قصير من بعده نفتتح خدماتنا لهذا العدد. يلا الخطرات يضحك عليا. حلقه هايله والله. انا ما ضحكتش، قلت لك حلقه هايله كانت فيها ممتعه، كانت لطفي وصلاح واكلي والعديد من الزملاء اللي شاركوا في البرنامج. بالك انا وصلاح متعودين علينا نشوفوا نضحكوا، لكن اللي شافوهم بطريقه غير هو بلال الكباش. ايوه عمر ميلايني. عمر ميلايني اللي مالفين زعما عمر ومين ذاك، يعني برزت شخصيته، لكن بلال الكباش هو اللي اكتشف. طاح في الماء ولا ما طاح؟ طاح في الماء اكيد. طاح لازم يتحكي. لطفي يطلع. تحية كبيرة اليوم. بارد 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 بارد. ايه وعلى بالك المشكل انه تعاودي تلبسي حوايجك كيما راهم وينشفوك برك بالسيشوار. ما مرتوش؟ الحمد لله مرت على سلام. الحمد لله يا رب. المهم كان الهدف جميل، هدف لا برنامج من اروع البرامج التي تعرض عبر قناه الشروق تي في. يعني وعمرش دليل زادها جمالا. صح صح، يعني بخفه روحه ما شاء الله عليه. تحياتنا لعمار وكل الفريق اللي كان. لازم نشوفونا احنا المقدمات ماله. ايه وقتاش؟ على بالي وقتاش يا عمار وقتاش؟ ان شاء الله. ولا جات سميه يربح سميه عمار. لازم ما تجيش سميه معنا. تحيه كبيره لسميه سماش. ودار مشاهدينا مازلنا متواصلين معكم في كثير من الفقرات المواضيع. اسمي نكمل لك هذه. اول ما اتصل بيا قال لي البرنامج راه يجوز سميه سماش. تحياتي. قلت له مانيش حاب نشوف روحي ما نشوفش. لا لا والله غير بعد خفت. كانت هايله وحتى قريت يعني. على بالك الواحد كل ما يكون بعفويه، يعني بعفويته وتلقائيته
احيانا وين يخرج شويه على المسار الاعلامي يعني يشوفونا على طبيعتنا، لكن المبتغى من البرنامج هو انه الشخص يكون على طبيعته. هذه هي يعني مليح الناس يشوفوا الجانب الاخر للاعلامي يعني في مثل هذه البرامج. انا حبيت الفكره وحبيت البرنامج كنت هايلين الحمد لله مزيان مزيان. انا صلاح يعني حلفه فيه يعني صلاح الغراق شفتي صلاح على بالك كيفاش وليت قدامه. صلاح هو تكوين رياضي الصحافه الرياضيه. ايه واستعرض عضلاته. ايه باش تي والو. يا صلاح. ما شفته هو اللي غرقنا، صلاح هو اللي غرق. انا صلاح هو اللي غرق لي. وعلى بالك كيفاش يقنعك، عنده حجيه الاقناع. صلاح تقول إيه؟ خلاص راهو. تكوني على بالك بلي هذه هي الاجابه، من بعد خلاص يعاود يديك ويدخل لك الشك في راسك. وغرقت على ذلك. وغرقني في الخطرات. تحيه كبيره صلاح واكلي. مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم ارقام الهاتف اكيد راح تظهر اسفل الشاشه، تقدروا تتفاعلوا في المحطات والمواضيع اللي اخترناها لنهار اليوم من ابرز محطاتنا واللي تنتظروها وتسناوها على احر من الجمر طبعا، مطبخ صباح الشروق بامضاء المميز دائما شيف نديم. صباح الخير شيف. صباح الخير شيف. صباح الخير لطفي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. كيف الاحوال؟ صافا والله الحمد لله. بخير؟ صافا الحمد لله. تفضل لطفي. يلا نروح. اخ نشيط. ايه مرحبا مرحبا. تفضلوا معايا ترافقوني مشاهدينا، اهلا وسهلا بالجميع في مطبخنا الصباحي من امضاء الشيف نديم. يا صباح الخير. صباح النور. اهلا 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 اهلا. الفول. اها. الحميصه. اها. طوماطيش. اصبر. اها. راح ندير الكمون. التبيخه تاع الفول. لا الفول بالحمص. اصبر اصبر. الرز ما كاش هنايا ندير فيها رز. لا ما الفول هذا ماشي. ما تقوليش دوباره. هي طوماطيش. الله 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 يسلمك. تحيه كامل بساكره ولاد سيدي نايل اللي تابعونا واللي حضروا مثل هذا الاطباق، حتى الجلفه يحضروا دوباره ثانيه. نعم والمقابله كذلك حنديروا لهنا شوربه تاع هي شوربه فريك بصح خاصه بطريقه الجنوب الجزائري تاعنا، يديروها بالفول المدشش. ما يديروهاش بالحميصه، ما يديروهاش بالبصل. ما انا نهار خطره اون كليون جد قالت لي دير لي هاد الشوربه، قلت لها لا لا ما دخلت. يديروها بالفول يابس. يديروها بالفول هذا اليابس. شغل قلت لها تجي مذاق تاعها ما تشيش تمرمز بالغير الفريك اللي يكون رقيق شباب ولا بفريك ومرمز. هما عندهم ثاني طبق واحد الزنبو اسمه يرحيوه الفريك، يرحيوه بودره. بودره نعم. بودره يولي. تجي شغل على شكل حريره كما يدير. تجي كيما الحريره ويديروا لها الفول اليابس ويديروا لها البهارات تاعهم هما. نعم. خاصه بالزنبو. خاصه صح. بهارات ويديروها بالشحمه تاع الجمل. نعم صح. تجي بزاف بنينه صدقوني. اللي يذوقها لازم يعاود ياكلها من جديد. لازم لازم لازم. نعم. وهما الحصى على بالك بلي الحصى كيما نشوف كيما الدوباره في منطقه بسكره ياكلها مع الصباح على بالك. نعم. تروح دوك على 10 9. نعم. تلقاهم فاتحين وياكلوا فيها الحاره. ياكلوها. وكيما الزنبو الحصى في الصحراء ياكلوه الصباح وما يشربوه صباح. احنا عندنا القهوه حليب. انا قهوه وما كاين اللي يفضل يشربوه صباح احسن الحصى. نعم. نعم. عندهم اكل صحي صحي 100%. نعم قلنا لهنا عندنا هنا شوربه الفريك تاعنا اللي حنديروها بطريقه الجنوب الجزائري لهنايا، اللي حنديروها بالفول المدشش الفول اليابس. بالغنمي راح نديرها بالغنمي. بالغنمي نعم. هي بالغنمي ولا يديروها بشحمه تاع الجبل صافي. هي احنا لهنا في العاصمه لهنا نديروها ما عندناش ماشي متوفر بزاف عندنا اللحم تاع الجبل ما كاينش صافي. خلينا نشوف نحبسوا كلش باش نروحوا لمليانه مدينتي. الله يبارك. عندنا اتصال قالوا لي مدينه مليانه. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا بك. اهلا لطفي واش راك؟ واش راكي لاباس؟ الحمد لله وانت يا؟ والله لاباس الحمد لله في نعمه. نتعرفوا عليك؟ تعرفني غير انا لطفي. مرحبا. فكر تفكر مليانه. مليانه اهلي كاع في مليانه وراح واش راح نشوفوا؟ ايه تفكر سي اف بي يا لطفي. سي اف بي مركز تكوين مهني. يعطيك الصحة. مركز تكوين مهني أنا كنت درست فيها. أنا الأستاذة اللي كنت ندرس معاك لطفي. أهلا 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 واش راكي لاباس؟ حاولت باش نتصل بك شحال من خطرة واليوم كان عندي الحظ. والله مفاجأة سارة جدا ومليحة إني سمعت صوتك. خبريني عنك واش راكي أحوالك؟ لاباس الحمد لله. صحتك بخير. العائلة متقاعدة في الدار جدة. الله يبارك ما شاء الله يتربوا في عزك إن شاء الله يا رب. يبارك فيك لطفي. واش اخبارك ومليانه كيفاش راهي؟ تسال تسال عليك لطفي هذه غيبه. الله لا يغيبك. الله نجي ان شاء الله نزورك اكيد نزورك. راني انا كل جمعه نروح نزور قبر الوالدين
ربي يرحمهم ان شاء الله يا رب، تعملوا ربي ايتام يرحمهم ربي يرحمهم. ولا غير نطلع ما نلاقيش بزاف، مانيش ندور بزاف يعني مع ظروف العمل وانشغالات الحياه. ربي يقدرك وغيره. ربي يقدرك ربي يخليك. ما تقوليليش انت المتابع اللي يجي كيشوفك في التلفزيون دائما تفكر الايام اللي فوتناهم كيف كيف. ما تقوليليش انت من متتبعات برنامجنا الصباحي. والله غير نوض الصباح راني متقاعده. صح ايه حسره والله هذا الشيء زياده فينا. وشو اكثر شيء تحبيه في البرنامج؟ والله كثر نشوف صباحيات. ايه هذا ما ولا هذيك الو شيف. وفي البرنامج الصباحي واش هي الفقره اللي تحبيها بزاف؟ نكذب عليك لطفي والله ما كانش عندي بزاف وقت باش نشوفها. هذا النهار تبارك لي راني نشوف. وايمان هاي هنا ايمان هاي معايا. شفتها نشوفكم راني نشوف الصباح كي نوض بكري خطرات ما نوضش بكري ما نكذبش عليك. كاش ما توصينا؟ والله ما نوصيكم والو. تهلاو غير في روحكم وربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا على اتصالك وفرحت بزاف باتصالك ونشوفك على خير ان شاء الله. لا والله سما في بليزير. شكرا لك تحياتي. هيا تهلا في روحك لطفي. يومك سعيد. هيا يوم سعيد. تربح وليدي بسلامه. والله اسعدني كثير سماع صوتها. على بالك بلي انا درست اول ما كملت دراستي إيه؟ ما حبيتش نقعد. درست بمعهد التكوين المهني إيه؟ موارد بشريه. الله يبارك. كانت فرصة جميلة وتجربة مليحة في حياتي. إن شاء الله يا رب كل الشباب ما يحبسش عند التخصص اللي درسه وإنما يحاول أنه يبحث فرص يعني في الحياة هكذا باش تنميوا مهاراتكم. والمهارات اللي لازم تنميوها هي المطبخة الطيابة مع الشيف نديمة. نكملوا في الحساء اللي اخترتوا لنا. نعم عندنا الحساء تاع خاص منطقة الجنوب الجزائري اللي هو شوربة فريك بالفول المدشش تاعنا. ايه؟ عندنا دوبارة لهنا، دوبارة البسكرية لهنايا اللي راح نقدموها كذلك. راح نديروها فول والحميصة خاطر كي يديرها غير بالفول كل واحد كيفاش معتاد يديرها. ولهنا تحلية اللي حنديروا لهنا متخبات على المقله لهنايا اللي حتجي مع السلام. نعم باش نبداو احنا البوك نعطيو الناس فيسبوك باش الفول تاعنا باش سيرتو البقوليه تاعنا باش ما شو احنا باش ما يجيش فيهم هذوك الكوز كما نقولوا احنا هذوك الاخرين. واش نديروا لهنايا نعمروهم كميه تاع الملح ودير لهم حبات على الفلفل الكحل ونغطيوهم ونخلوهم يشد لنا حتى عما يصرى لهم. نعم باش هذا خاصنا نعرفوا باللي هادو ما يفسدوا كان تخليهم هكا يضربوا من الهواء يتكوز هنايا ومن بعد يفسدوا لنا البقوليه تاعنا. حنا دائما لازم نديروا ملعقه مليحه تاع الملح، لازم الملح هذاك شغل نعمروا الملح ما نخافوش خاطر حنا نعاودوا نشلوا دائما البقوليه تاعنا يعاودوا يتشلوا صافي الملح. ما تكونوش مشحاحين كثروا الملح خاطر الملح هو اللي كنا حافظ على هذيك البقوليه تاعنا. بعد كي حبوا يطيبوه يشلوه يطيبوه نورمال. وحبات الفلفل الكحل لازم نديروا له حب تما كنغلقوا البلاره تاعنا ولا وكي نجبدوا نعاودوا نشلوا ونطيبوهم عادي. هنا نروحوا للاطباق تاعنا صافي نبداو هنا في الشوربه ديالنا. واش عندنا؟ عندنا كميه تاع الفول لهنايا، الفول هذا اليابس هذا اللي يجي مدشش كما نقولوا احنا يجي هكذايا الفويله. اي والله هذاك اللي يسموها الفويله الصغيره هذه. واش حنديروا فيها؟ حنديروا لهنايا حبه تاع طماطم وسنينه تاع الثوم هذا واش تجي فيها الشوربه ما فيهاش البصل الداخل فيها الطوماطيش والثوم. لهنا نرحيوا هذوك الطوماطيش والثوم كيف نديرهم ما نخدموا قدره لهنا طلع لنا بيان سير. نضيفوا لهنا كميه تاع ان بول ولا تاع الفول احنا نعرفوا الفول هذا اللي يذوب ما يقعدش يبان في الحساء ديالنا. ومن بعد عندنا البن تاعو كيذوب يذوب نعم ما يبانش كامل هو صافي. واش نديروا؟ عندنا الطماطم تاعنا، عندنا كذلك هذاك اللي كنا رحنا مع الثوم، عندنا كاس تاع كذلك تاع الفول، وبيان سير عندنا لهنا اللي مرصو تاع اللحم تاعنا، لازم نقليو اللحم تاعنا دائما بشويه زيت لهنايا، ومن بعد نضيفوا له هذيك الطماطم والثوم والفول هذاك، نزيدوا نقليوه مليح. التوابل واش عندنا؟ عندنا ملح، فلفل الكحل، عندنا كذلك كميه العكري، ملعقه تاع الثوم مرحيه، راس الحانوت، هما كاين راس الحانوت خاص بهم هما كذلك، احنا درنا راس الحانوت لهنا اللي عندنا هنا في العاصمه. عندنا كميه تاع راس الحانوت ملعقه صغيره، ملعقه تاع الكركم وكذلك ملعقه صغيره تاع الزنجبيل، ونضيفوا لها لازم لا كانت حاره ولا نضيفوا ملعقه تاع الدرسه باش تكون شويه حاره. وبيان سير ان بوكي تاع الحشيش، الحشيش لهنا لازم يكون بوكي صغير خاطر كنديروا مقطع الشوربه تاعنا تجينا كحله. نقليو مليح هذيك الخضر تاعنا مع اللحم هذا نقليو مليح ومن بعد نمرقوها. كي بعد ما طيب لنا نحسوا اللحم تاعنا بدا يدخل طياب نشلوا الفريك ديالنا ونرميو. كاين الفريك اللي يديروه مع الاول خاطر عليه ديجا هديه تطلع
شغل هذه تولي شغل يمكن كنزيدو ديال الفريك كما العسواش تحرق لنا كما نقولوا. حنا علاش واش الفريك حنديروه لهنايا بعد الحمد تاعنا نحسوا بدا يدخلوا شويه تاع طياب نديروا الفريك تاعنا نشلوه. نعم ياسر نغسلوه خطره وزيد نحط نحولوا كاع ذوك الزوائد اللي يكونوا فيه ونخلوه يطيب. بعد ما طيب لنا بيان سير القرن تاع الحار وبيان سير كميه تاع الحشيش ونعاودوا نديروا لها كميه. كاين طبق من دار بالفويله وحدها غير بالفول. فول وحده. خاصو على الفول شوف حنا واش نديرو اذا الفول هذا تقدر ديرو كطابه هذا علاه خاصو كنطيبو كنديرو مع طعام ولا نديرو هكذا خاص يذوب هذا نعم عندنا اتصال هاتفي نديرو مع بعض نقولوا الو صباح الخير الو صباح الخير يا اهلا وسهلا مرحبا بك بيك وبينا نتعرفوا عليك ام علي من ام باقي ام علي من ام باقي نعم مرحبا بك نعمتك دائما مرحبا بك وبعلي بكل الناس احبابنا بام بواقي مرحبا بك معايا انا وايمان وشاف نديم فيك لطفي ولدي واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله في نعمه كي نسمعوا اصواتكم الحمد لله يا ربي باشكم انتم لاباس؟ موالفه تتبعي برنامجنا؟ موالفه وهذا اول اتصال معنا صح؟ اول ما نحكمش ما نحكمش اليوم نحكمش يعني ماشي المحاوله الاولى موالفه تعيطي لنا نحاول ما نحكمش غير اليوم الحمد لله اليوم حنا اللي رانا محظوظين بسمع صوتك وتعرفنا عليك الحمد لله واشكم انتم لاباس الحمد لله ما نرحب بك انا وشاف نديم بيك وبينا واشك شاف لاباس والله لاباس الحمد لله انت لاباس الحمد لله هكا دير الحوايج تفرحونا كل صباح الحمد لله جربتي شي مرة دوباره ام علي ولا والو؟ واه جربت صح جربت ساعات هكا جربت جربتيها؟ هكا كيما دارها هو بعد ودارتها انا دوباره نعم اها والفول انتم في العاده واش ديروه؟ هذا الفول الصغير احنا نديروه فوتو الصباح هي نديروه كاين مع الحمص كاين وحده كاين حمص وحده هذا الحمص الصباح. هذا الحمص ها الحمص والفول الحمص والفول ديروها على الدوباره هي فطور الصباح. ها فطور الصباح. عندكم طريقه خاصه كيفاش طيبوه ولا بهذا بنفس الطريقه؟ هكا بالطماطم والفلفل والحشيش والمعدنوس. اي ما انا ما غلطتش كي قلت ياكلوها مع الصباح. ياكلوها مع الصباح هو الاول باش يسخنوا الدم نتاعهم مع الصباح خاطر احنا عندنا البرد كبير. صح 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 ما شاء الله. أو بارد الحال اليوم؟ اليوم بارد الحال، اليوم عندنا بارد الحال اليوم. علي شحال في عمره علي ام علي؟ علي ربي بارك 25 سنة. راه راجل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، عندك غير علي ولا عندك ولاد وحد اخرين؟ عندي اخرين، عندي زوج اخرين. صغار عليه؟ عندي اخرين. صغار على علي ولا كبار على علي؟ كبار كبار كبار. الله يبارك، ربي يخليهم لك ان شاء الله يا رب، ويخليكم دائما من المهمين. كاش ما تحبي توصينا ولا كاش ما تحبي تحكي مع ايمان؟ كفين وغوسين، كفين وغوسين. حتى الله يبارك تعجبني ايمان الله يبارك صباح ايمان صباح نعرفك على نعرفكم على بعض ام علي ايمان ايمان ام علي وحبيتها صباح الخير ام علي تعجبني ايمان تعجبني انت تعجبني ضحكتكم تعجبني قصتكم الله يبارك ربي يخليك ربي يخليك السر ان شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا منتي يعطيك الصحه ربي يخليكم لينا ان شاء الله كش ما توصينا ام علي ما كنت كثير موسين كلش كاين الحمد لله يا رب ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ربي يخليكم الحمد لله حنا نوصيوك نقول لك الله يفرح روحك بزاف بزاف ان شاء الله وسلمينا على كامل عائلتك وكل الناس واحبابنا من ام بواقي بيد الله سلام كذا شكرا لنا على طقم الشرق السلام عليكم انتم مرحبا بك مرحبا بك وبسلامك مرحبا بك وبسلامك معنا وسلامك. شكرا على اتصالك تحياتنا لك ولكل الناس واحبابنا اهالينا من ام بواقي ومن كل ربوع هذا الوطن تحيه خاصه لكل الجاليه المتواجده في المهجر اللي يتابعوا قناه شروق تي في اللي يختاروا دائما برنامجنا الصباحي صباح الشروق مكملين في استعراض مطبخنا مع الشيف نديم والدباره اللي جابها لنا نهار اليوم تعرفوا على القواعد الخاصه بها نعم اها لهنا عندنا دوباره البسكريه واش عندنا نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا فيها الفول والحماصه. الفول تاعنا والحماصه لازم نشمخوهم حنايا مينيموم كما نقول لك 12 ساعه لازم يتشمخوا مليح، كي نشمخوهم ندير لهم شويه تاع الملح ولا بيكربونات. هو الفول اللي بقشروا اللي نخافوا يعشش فيه هذاك نعم خاطر علاه لازم الحشرات اللي فيه. نعم علاش حنا نديروا له الملح كي نرقدوه ولا باش نحافظوا به، لازم نديروا له كميه تاع الملح مليحه وفلفل كحل باش ما يجوناش هذوك الحشرات اللي يكونوا فيه. حنا واش نديروا؟ نحكموا الفول تاعنا لهنايا يعني كما نقولوا حنا نقعوه في الماء لمده 12 ساعه.
نديروا له شويه ملح ولا بيكربونات في الماء تاعو باش على باش يطيب لنا يطيب لنا كما نقولوا يطيب لنا زبده يطيب لنا ملاح. هنا كنا كميه تاع الفول صافي والحميصه نغليو الفول والحميصه نديروهم يغليو في النار هذوما بعد ما يطيبوا لنا نحتفظوا بهم خاطر على الدوباره هي ماشي تعاود طيب صافي نطيبوا الفول وحده والحميصه وحده ومن بعد لازم بريباراسيون سير بلاص نعم ما تعاودش تطلع فوق النار طيب صافي عندنا كميه تاع الفول اللي نغليوها نخلوها طيب مليح بلا شويه تاع الملح طيب كميه تاع الحميصه نخلوها طيب كذلك مليح كي نروحوا ناخذوا لهنا لا بريباراسيون تاعنا واش نديروا ناخذوا ريسيبيون واش نديروا فيه عندنا لهنا حبه طماطم لهنا لهنا نرقيوها بكميه تاع الثوم هي طماطم والثوم عندنا نعم عندنا ملعقه تاع العكري شحال درت الثوم انا درت 4 فصوص ولا خاطر تجي فيها من الثوم لازم تكون فيها ميم الشوربه درت فيها بزاف الثوم صح نعم خاطر على هذه الشوربه هذه الاطباق هذه يجي فيهم الثوم بزاف يجي فيهم البصل نعم وفيه فوائد كبيره الثوم صح لهنا واش عندنا ناخذوا ريسيبيون بعد ما غلينا لهنا قلنا الفول والحميصه كي يطيبونا مليح نحتفظوا بهم بهذاك المرق ديالهم نخليهم لازم ندير لهم عصر عصره قارص ونخليهم ما نسيتش حاجه هنايا واش هي؟ في الدوباره قول لي راك مقطع الفلفل هنايا رقيق الفلفل المرقل البصل لا ما يديرولهاش البصل كاين اللي يدير لها البصل لا لا يقطع البصل يقطعوه ويرمي كليتي انت الدوباره انا ولا مره راح تستمتعي اليوم اليوم راح تستمتعي حتى وغايب عليا ما على باليش بزاف بنينه بزاف بنينه 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 يعني تخلينا هذه الاطباق تخلينا نعتز ونفتخر بالزبيطي نخلط بينها وبين الزبيطي ما على باليش لا الزبيطي بالكسره الزبيطي بالفطير بالكسره مهراز. ايه مهراز. يدقوه ويديروا له يشويوا الطوماطيش يشويوا الفلفل يشويوا كل شيء ويخلطوا مع بعض يخلطوا مع بعض صح نعم صح خلينا نديو اتصال هاتفي مع بعض نقولوا صباح الخير يا اهلا وسهلا الو 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 مرحبا بك مرحبا بك اهلا بك لاباس على سلامتك لاباس انت يا بخير لاباس الحمد لله نتعرفوا عليك سيدتي معليش ام روان من ولايه تنجبيه يا اهلا وسهلا بك وبرايان على بالك كل ولايات ما شاء الله عليها المطبخ تاعها غني جدا سورتو مديه مديه عندهم صح. واحد الطعام واحد الكسكس ما شاء الله انا زرت قال ولايات تقريبا ما شاء الله قال ولايات مرحبا بكم ريان واش راكي لاباس لاباس الحمد لله كلاه الحمد لله ما تقولي ليش جربتي انت الدوباره شي مره لا اول مره ولا مره ذقتي الدوباره بصح تسمعي بها للاسف انقطع الاتصال اذا نعاود نذكروا برقم تليفون يمكن للجميع التواصل والتفاعل معنا من خلاله مليح انه نتقاسموا تجارب مع بعض ونتعرفوا على ولايتنا 58 ولايه ما شاء الله عليها الجزائر الحبيبه ضاربه في التاريخ تراثها موروثها الثقافي ايضا نكملوا الاطباق ولا نديو اتصال هاتفي يقولوا الاتصال من الصيف وليدات عامر يا اهلا وسهلا بيتكم عامر ان شاء الله يا رب صباح الخير لطفي يا صباح النور مرحبا وسهلا بك مرحبا بكم واش راكم لاباس؟ الله باس الحمد لله في نعمة إن شاء الله يا رب. قولي لنا نتعرفوا عليك الاسم الكريم؟ سعيدة. أيام كلها سعادة إن شاء الله يا رب سعيدة تحية لك ولكل الناس الجميع يا رب. مرحبا بك أول مرة تصلي بنا سعيدة. أول مرة. يا أهلا وسهلا. أهلا بكم. الصيف ما نظنش يديروا ما يديروش دوبارة الصيف لا. ما نديروش. جربتيها شي مرة ولا لا؟ لا لا نشريها من برا مليحة. كاين عندكم اللي يبيع الدوبارة في الصيف؟ كاين البساكرة اللي يبيعوه. ايه صح 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 الخيمات هي معمره ما شاء الله. قولي لنا برنامجنا موالفة تتبعيه؟ نتبع البرنامج الشروق نتبعها دائما. وتعرفي ايمان؟ اليوم لطفي دايم لي حصه نعرفك نعرفك بكل العائلات الجزائريه. صباح الخير سعيده. سعيده سعيده ايمان. ايمان لاباس. تشرفاتي مرحبا بك سعيده. بك مرحبا. وش راكي وش هاي الصيف؟ والله لاباس الحمد لله. الناس هالهايلين لاباس؟ لاباس هم يسولوا عليكم. سوال عليك كاش برده وعندكم؟ هاد الايامين مربعه. راهي هايله شتي الحاله وشباب ما شاء الله. ايوه. تاع خرجه كي تخرجي شويه ولا والو سعيده؟ تاع خرجه نخرج فيه. انا عارفه. الو؟ الصيف مليحه للتحواس. اسمع الصوت. الصيف مليحه للتحواس. الصيف هايله هايله. مرحبا بكم. رحب بك الجنه ان شاء الله يا رب. وانت مولفة تجينا للعاصمه تزوري العاصمه؟ عندي مده ما زرتهاش. كاش عندك اقارب واهل هنا في العاصمه ولا ما كانش؟ كاين عندي الاقارب تما. اذا ما عندكش راح نقول لك احنا العائله تاعك. مرحبا بك ايوه. انتم العائله تاعي بالطبع. والله حتى احنا محظوظين بكل الاسر والعائلات الجزائريه اللي تختار قناه شروق تي في وتختار برنامجنا. حبيتي مطبخنا نهار اليوم؟ احنا كل صباح لازم نطورو على الشروق نحلو دائما لا تيلي
والله محظوظين محظوظين، هذا شيء زياده فينا احنا يعني. قولي لي حبيتي الاطباق تاع اليوم مع الشيف نديم؟ ايه حبيته، هو يعني ما شاء الله يدير اطباق ما شاء الله. وكوني مستعده لانه عندنا بزاف فقرات ومواضيع راح نفيدوكم من خلالها، كاش ما توصينا؟ ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. كاش ما توصي؟ ما عندي ما نوصي، انا كلش يعني بلا ما نوصي وراكم قايمين بها. قولي لي كيفاش جات عليك سنة 2023؟ والله جازت كما يقولوها بحلوها بمرها والحمد لله. كانت صايبة ولا خايبة؟ شوية شوية. ان شاء الله تتحسن كل الأوضاع، وان شاء الله السنة الجاية تدخل عليك بكل السعادة والخير والصحة والغنى ان شاء الله يا رب. لطفي. نعم. صديقتي ناصرة تاع البوليدة هذيك الياسمين والقارص. نسلم إيه؟ عليها بزاف بزاف بزاف. تحياتنا للسيده ناصيره، توحشنا صوتها. هذيك الانسانه يعني ما شاء الله. انسانه عزيزه علينا احنا ثاني برنامجنا الصباحي، هي من اوفيائنا، تحيه كبيره لها. صح. شكرا شكرا سيده سعيده. شكرا على اتصالك وسلمينا على ناسك واهلك، وتحيتنا لكل ناسنا واحبابنا من سطيف العالي. مكملين مع الشيف نديم واطباقنا. نعم. لنهار اليوم لحقنا للدوباره. نعم نكملوا معنا الدوباره تاعنا بعد ما غلينا الفول وحده وغلينا الحميصه وحدهم، نخلوهم نديروا لهم كميه تاع الملح ونخلوهم، خاطر علاه لازم الدوباره تقدم سير بلاص كي نجوا حناكلوها باش نديروا هذاك الخليط، ولازم تكون هذيك الفول يكون سخون والحميصه تكون سخونه. مخرجنا قال لك رايتشا اليوم بيترو قال لك شحال هايله الدوباره بصح مليحه مع المطلوع. قول له كاين شمر على يديك اروح شمر على يديك الكوزينه. ها عندنا اليوم واسمه راح يدير لنا التقبه. نعم قلنا ناخذوا لهنا تعزح تاع السله هذه كحبيبات ما تعسلهملوش خلاص ياكل كلش بسلاطه. هذه تاع المقله تاع اللي يديروها في المقله. نعم تاع المقله ايه حبها تاع زمان. ايه قلنا لهنا ناخذوا ريسيبي كنجيو نحضروها. واش نديروا؟ عندنا ريسيبي نديروا فيه وشنو؟ عندنا كميه تاع الطوماطيش لنا معدتهم اللي كنا رحيناهم، ملعقه طماطم مصبره، ملعقه تاع العكري، ملعقه كذلك تاع الكمون، وبيان سير ملعقه تاع الهريسه باش تجينا شويه حاره، هي خاطر تنكل حاره. ايه خاطر البقوليات لازم تكون حاجه حاره باش تقدر تاكلهم، وكميه تاع الحشيش نخلطوا مليح هذاك الخليط بشويه مرقه تاع الفول والحميصه. ايه هذا ما يطيبش صافي خضر. هذا ما يطيبوش لا، خاطر لا طيب الفول ولا الحميصه هما اللي يطيبوا. هذاك المرق تاعهم علاش لازم يكونوا مسخورين ونقدموهم سير بلاص مع هذا الخليط. بيان سير عصره تاع القارص نخلطوهم له ومن بعد نضيفوهم فوق هذاك الفول. ما كاينش دوباره فيزيتي حنا كامل الشيف عودونا مثوم ودرتوا له اون فيرسيون جديده. نعم دوباره ما حاولتوش انكم تقليوا الثوم مش راك ديري راه تصيبك يقولوا لي ما ديروش عليا. لا هذه الغوفيزيتي غوفيزيتي مع كامل احتراماتي كسرت كامل الاكل الجزائري. خليها على اصولها على اصولها يعني باش نتوارثوها من جيل يعني في ميزكم في ميزكم ابانا واجدادنا سنوات ما عرفوش يغيروا في الوصفات. والله الوصفات على طبيعتها احسن شيء. نعم ديروا غوفيزيتي ديروا له اسم واحد اخر خرجوا من قائمة طبق اخترعوه جديد. نكملوا. نعم هذا احنا الاطباق هذو فيزيتيهم في الديكور تاعهم هكا تما الشكل تاعهم نقدروا زعما نسقموهم من الاصل يقعد دائما خاف نديم خاف لا نديم يا ترى كيفاش راح يقدموا لنا يا راح نقدموا عادي على طريقه التقليديه. لا لا نقدموا تخلط كلش دائما نخلوا الاصل دائما يقعد الاصل ما انا ديجا ما نحبش نخلط بزاف الاكلات تاعي ما نحبش ندير هذه بزاف فيزيت نحب نخلي حاجه على طبق على اصله خير. نعم قلنا لهنا بعد ما نخلطوا هذاك الخليط اللي درناه تاع الطماطم والثوم والعكري والطماطم المصبره وعصره القارص والهريسه والكمون نخلطوا له هذاك الفول والحميصه هذوك نديرهم في دونزا ريسيبيون. من الفوق واش نديروا؟ عندنا حبه طماطم مقطعة مكعبات صغار بيان سور زيت زيتون لازم تكون فيها زيت زيتون طبق صحي صحي. نعم الخضار تبقى طازجه. نعم الخضار طازجه نعم. عندنا كميه تاع الحار واللي يحبوا يديروا الحبه الحار مرقد هذاك رقيق، وكميه تاع الحشيش جربها بالبصل ورجع لي خبر. نعم جي شوف كي تحب تزيد لها البصل. كليتها بالبصل ولا ما كليتهاش؟ لا كليتها انا هكا. عبالك تقطع لها البصل وتزيده من الفوق يعطي واحد. ما نزيد لك البصل. البنه سورتو هذاك الاخضر هذاك الطويل. نعم الاخضر نعم. خلاص خبي شويه على جنب. عندي شويه بصل نورمال. ولا نسرقوا من عندها الشاب. ندوب الكوزينه تاع لا عندي ماشي مشكل. نعم خلاص هذا هو الاخير البصل ما نديرو لطفي ولازم كميه تاع زيت الزيتون هي اللي تكون مليحه لازم تكون بنينه خاطر زيت الزيتون هي حتبن لنا مليح هذاك الطبق تاعنا والكمون يكون مليح. بزاف راكم تسقسيو اسكو تتكل بارده ولا سخونه؟ كي راكم تشوفوا هذا كلش بارد كلش بارد
هي السخانه ربما في الفول و... نعم الفول ولا الحماسه يقعدوا فوق النار، لازم هذيك يقعدوا ابتيفي. والمرقه تاعهم هي المرقه تاعهم هي اللي حنا المرقه تاعهم سخونه، تكون سخونه نعم، وتزيدوا هذا الزيادات هذا. نعم كي نجيو حناكلوها باش نفرغوا لاسيه تاعنا باش نديروا هذاك الخال. اوكي نمروا دوكا للنتقبه. نعم. عندنا هنا النتقبه تاعنا، واش عندنا؟ هذه النتقبه اللي تجي ما فيهاش الداخل الحشو، النتقبه المقليه. واش عندنا؟ عندنا لهنايا كميه تاع السميد يكون متوسط. ايه ما نديرش كيما نبسس. خاسك اه كيما هو. عندنا لهنا قلنا نديروا هنايا 3 كيلات حتى 4 تاع السميد، سا ديبون لا كونتيتي اللي عندنا. انا واش عندي؟ عندي 3 كيلات سميد متوسط. نضيفوا له كيلا سميد رطب لهنايا، واللي يخاف لهنايا المنتقبه تاعو ولا تفتح له في الاخر يضيف له ملعقه تاع فارين هذا معناتها. صافي عندنا 3 كيلا سميد لهنايا يكون متوسط، كيلا سميد رطب. انا الفارينه درتها كما احنا نقولوا اسيس بوك اللي يحب يزيد باش المنتقبه تاعو عندكم ليكم الاختيار. نعم هادو ما صافي عندنا صافي 4 كيلات، 4 كيلات نضيفوا لهم كيلة تاع ليدام، ليدام اللي هو السمن، انا نحب نديرها بالسمن خاطر لها الذوق تاعها الاصلي وابني. عندنا ملعقة تاع السكر، شوية تاع الملح لهنايا، نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا، نبسوها مليح، ومن بعد هنايا حنا نعرفوا كي ناكلوا المنتقبة ولا درنا الحريق. صح. نعم. إيه؟ انا واش حندير لها؟ حندير لها. ماشي غير انا ما في لا ماجوريتي درنا الحريق والمنتقبة، نعم. المنتقبة. نعم. هذا وشنو هذا؟ هذا الحليب. إيه؟ هنايا ندير لها فنجان تاع الحليب اللي نبداو نلموها به، هذاك الحليب هذاك هو اللي ما يخليناش تحنا الحريق. نعم. أوكي. نبدا نديروا كاس تاع الحليب نلموها به، من بعد نلموها بالماء، انا نحب نديرها الماء دافي. لهنا باش ما تحللناش في المقله ولا شغل نمشيو نعجنوها شويه، ما نخلوهاش نلموهاش كيما شغل نعجنوها شويه هكذا حتى نحصلوا على عجينه، ومن بعد نحلوا العجينه تاعنا على انساشي ولا نحب نقطعها مقروطات ولا نقطعها بالليمون ولا كيما نحبوا، وبيان سير نقليوها على نار هاديه باش طيب لنا الداخل، خاطر الداخل وكان نديروها النار الاخرى شغل طيب لنا من الفوق والداخل ما طيب لناش، لازم النار تكون متوسطه باش طيب لنا المنتقبه تاعنا الداخل. يطيب بيان سور لاسل يكون حاضر، نحبوا نعزلوها نحبوا نخلوها عاديه. برافو عليك، وراك مخرجنا ماهوش يجمع معنا. ها؟ توحشت في دروب. حاسس حاسس ولا حبيت غير الدوبار، علقت غير في الدوبار. برافو عليك شيف نديم، نخليك تبدا في الخطوات، اكيد مخرجنا بيدرو حيرافقك. ورافقنا ايضا انا وزميلتي ايمان في استعراض محطتنا وخدمتنا الصباحيه. يا ناس يا طيبين نروحوا على فاصل ولا من دون فاصل؟ من يلا فاصل راح تلتحق ايمان رجعت لك باش نذكر. شكرا شيف نديم، ربي يخليك. شكرا نديم. نذكر فقط المشاهدين بارقام الهاتف اكيد حتى اسفل الشاشه في انتظار اتصالاتكم، سماع صوتكم وتفاعلكم في المواضيع اللي اخترناها لنهار اليوم. حابين نديكم مشاهدينا في رحله جميله راح تكون سياحيه بامتياز، لطفي رايحين لبرج بوعريريج مازال الشط الجزائري. خليني نحيي اختي، في كل مره نذكر برج بوعريريج نتفكر اختي في راس الواد. حورية ايه حورية وكل عائلة طيبة، تحياتنا لكل ناسي وأحبابي وأهلي ببرج بوعريريج. تحية كبيرة اليوم لطفي. مؤخرا انتشرت كثير فكرة المزارع النموذجية، إيه؟ لها كثير هنا في العاصمة، يبدو أنها انتشرت في كثير من الولايات اللي تكون كل شيء بيو فيها، يكون كل شيء بيو فيها، يديروا فيها ورشات للأطفال يعلموهم الرسم، يتقربوا من بعض الحيوانات، يعني فكرة هايلة قريب للطبيعة. أنا حبيت الفكرة ما شاء الله. هما عبك برج بوعريريج يعني هي كلها هي ولاية نموذجية، يعني هم متمسكين بزاف بالطبيعة. حتى المبرجة في عيد الربيع عندهم هما برك عيد الربيع، يخرجوا كامل للمروج وللبراري ويديوا معهم المبرجة، يعني يتلاقوا كامل العائلات، مازالهم للآن محافظين. شيء جميل، وربما مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع راح تزيد تعزز من هذا الأمر، خاصة لدى الجيل الحالي القادم، يعني الحالي لو جاي أنهم يتقربوا من الطبيعة. راح نزوروا مزرعة نموذجية بيداغوجية بالبرج والتي باتت مقصد للأطفال للترفيه. طبعا روبورتاج من إمضاء مراسلنا بلال لوصيف، نتابعه. تزامنا مع العطلة المدرسية الشتوية، فقد اختارت الكثير من رياض الأطفال والعائلات على حد سواء المزرعة النموذجية ببرج بوعريريج كمقصد لوجهتها من أجل قضاء أوقات التنزه والترفيه في أحضان الطبيعة العذراء بعد أشهرين من الجدية والاجتهاد. جبنا الأولاد للمزرعة النموذجية ترفيهية وين لعبوا بحضور الشيخ حكواتي وبجني الزيتون، وداروا ديزاتولي تاع كيفاه يوصيو كيفاه يخدموا العسل وكيفاه يخدموا الفرماج
وحوايج بزاف وراهم فرحانين كله الحمد لله. كان فيها متوفر فيها كل المتطلبات اللي تخلي الواحد يرفع على نفسه ويهز مش خدمه تاع شهرين ننساوها فيها الخرجه تاع اليوم. بمعنى كنت تلاحظوا الاطفال من اللي جاو هما يلعبوا يفرحوا، جو الطاقات السلبيه في الطبيعه اللي رانا نشوفوا فيها اللي كنا محرومين منها هذه المده، كنا مع الضغوطات تاع بدايه السنه الدراسيه. قمنا بهذه المبادره اليوم ان شاء الله في نهار مليح باش نترفعوا على الطفل ويبعد على الضغوطات اليوميه تاعو، يكتشف الطبيعه الدايره به. والله يبارك، يعتبر هذا المكان كانه جنه على الارض. الله يبارك فيه كلش في بلاصتو، كلش الله شغل يرفع عن النفسيه تاع الانسان. فقد لقيت المزرعه النموذجيه البيداغوجيه الكثير من الاستحسان والتثمين، كونها تعبر عن استثمار حقيقي خدماتي بامتياز. الجو اللي وفرت المزرعه البيداغوجيه يعني تساهم في ترفيه الاطفال، واحنا كذلك رانا نساهموا معهم بالحكاواتي ومعهم المهرج، خاصه التراث باش نوظفوه لاولادنا، الامثال الشعبيه، الحكم، المواقف الايجابيه، الالعاب الشعبيه اللي بدات تندثر. والله المزرعه النموذجيه اول نشكر المستثمر نتاعها اللي هي يعني نسميها تضحية، لأن الإنسان ما موش الحاجة اللي عندها طابع تجاري برك اللي نمشي عقابها، ولهذا المزرعة راهي يعني تساهم في وجود الناس في الترفيه نتاعهم، يجيو يريحوا ساعات جميلة أمام الطبيعة الخلابة. ونتمنوا ان شاء الله مزيد من الازدهار لهذه المزرعه هذه، وكما قال ماذا بينا خرين ثاني يساهموا بنفس الطرق. جينا المزرعه النموذجيه وين شافوا جني الزيتون لاول مره، كاين ولادي ما شافوا، عجبهم الحال، رفهنا على الاولاد، لعبنا معاهم وحكينا معاهم، قدمت لهم اغاني تربويه، اغاني اللي حافظينها كل يحبوها. وتبقى مثل هذه الفضاءات الترفيهية الطبيعية متنفس للتلاميذ لشحن البطاريات مجددا، وحلقة مهمة وضرورية لبناء شخصية طفل سوي وذكي. هذه لازم تساميني، هذه لازم هذه لازم تساميني. هذه ما تبعش. شوفوا لي شوكولا، بما انه رانا في نهاية السنة بزاف ناس يحبوا يتهداوا هدايا، يبداو بالحلو، يبداو سنة حلوة باش تكون سنة حلوة كيما راكم تشوفوا. ماشي بنيون، نخليكم انتوما تتصوروا وتتوقعوا في رايكم هذه الكريات تاع الشوكولا باش مخدومة. شوفوا قدمت، مستحيل تجيبوها. شوفوا تعرفوني يا اخي نذوق صح. شوفوا لطفي حكم حبة كامل، شهدتوا لي ياك، يحوس يفهم وشنو ما عرفش. قولوا لي انتوما كاع شاهدين لي باللي انا نذوق، يعني موالف انا الحمد لله يا ربي، كي نذوق حاجه نقدر نعرف باش مخدومه. لكن صدقوني هذه الكريه تاع الشوكولا وفيها المذاق تاع الشوكولا، لما ذقتها ما تصورتش كاع باللي هذا المكون تخدم به. انا نفس الشيء. في رايكم باش تخدم هذه؟ نخليهم يتشوقوا اكثر لطفي، وري لهم نشوفوا نخلي لطفي يستمتع ويتذوق هذا الشوكولا. شاهدكم بالجنة، وانتم نخليكم على المباشر تجيو معايا للورشة حتى نشوفوا السيدة صاحبة هذا الأنامل اللي دارت لنا هذا الشوكولا، ونعرفوا المكون هذا السحري لو يتكلم عليه لطفي، واللي ما تقدروش من خلال التذوق تعرفوا شنو هو. مذاق رهيب، راح نعرفوا. هي رهيب. حلوة، قالت لنا السيدة أنها حلوة تقليدية جدا. أصلا نعطيهم أنديز. هيا روح. اليوم شاف نادي مش راح يدير لنا، شاف نادي مش راح يدير. راح يدير مثقبة. انت رحتي ديرك للمقبة يعني. انا راح وما قولي دوبار بالك يحسبوا الفول. ايه صح. راح ديرك عطيت لهم ديرك. راكو عرفتوا باش المكون هذا، لكن كيفاش تخدموه اكيد طريقه راح تلقاوها مع الحرفيه. طبعا مشاهدينا نرحب بكم في هذا الورشه اللي راح تكون بامضاء مميز من السيده نوال ميطالين، اللي نرحبوا بها. صباح الخير سيداتي. صباح الخير ايمان. صباح الخير لطفي. صباح النور. مرحبا بك، نورتينا بحضورك. وشكرا للاستضافه. شكرا لك على قبولك هذه الدعوه. اول مره عاده حتى كي نكملوا الوصفه باش ندوقوا. احنا اليوم سبقنا، احنا ذوقنا انا ولطفي كلش مسبقا، وحبينا نعرفوا المكون الاساسي للشوكولا هذيك وما عرفناش.
نخليو لك ليك اللي الان باش تقولي لنا يعني تذوقيها وما تعرفيش الذوق ديالها وشنو هو. صح هي حلوه تقليديه قديمه تنسات دوكا يعني ماهمش يديروها. حلوة السميد. حلوة السميد. حنا حلوة السميد نعرفوا هذيك حلوة السميد اللي تتاع زمان. ايه تجيب الالوان حلوة السميد هذيك اللي نعرفوها. كاين اللي يسميها البسس. يعني التغيير اللي فيها هي الشوكولا كي غلفتها بالشوكولا. هي تاع زمان كانوا يديروا لها يا سوكرو غلاس. ايه يا سوكرو غلاس يا طليا. انت درتي لها الشوكولا. بذلتها بالشوكولا. درتي لها هذه الاضافة. هذه هي. برافو حبيت. صح الذوق ديالها يعني ينافس الشوكولا نقولهم ينافس الشوكولا العالميه. صح صح كما قلتي تاع زواوله ما تسحقيش فيها اللوزلي جوزلي ما تكلفش كامل. نخلي لك تقولي لنا المقادير على المباشر كما قال لطفي راهو قريب يعني راس السنه كاين الناس اللي يحبوا الشوكولا يقدروا يديروها في الدار. سي نورمال. تفضلي سيدتي. مقادير كيلا تاع سميد موايا متوسط. كيلا تاع سميد متوسط. نديروا فيها كيلا تاع نوات كوكو. نديروا فيها كيلة تاع سكر نوات كوكو نحبوا نقصوا نقدروا نديروا نص كيلة. وفي المكسرات واش حبيتوا؟ حبيتوا ما ديروش مكسرات تقدر ما تجيش معاها مكسرات. انا درت هنايا الجوز. شوكولا يعني شي مليح كل واحد يدير واش نديروا فيها الكاكاو مر وبني. نديروا فيها رشه تاع لافاني ونديروا فيها مغرف تاع زبده. نديروا زبده ماشي مارغارين باش نحافظوا على الذوق تاعها. تجي بنينه. وكاس تاع حليب كيلة ثاني تاع حليب. هادو قاعد تخلطيهم وشنو بارد في بارد ولا ديريها في النار؟ نديرو كامل في مقلى. إيه؟ نطيبوها شغل عصيدة. إيه؟ قولي لنا معناتها نديرو الدقيق ومن بعد واش نزيدو؟ نديرو نواشف نديرو سميد موايان نديرو السكر. إيه؟ نديرو المكسرات نواد كوكو الكاكاو. إيه؟ لافاني نخلطوهم كامل نزيدو لهم الكيلة تاع الحليب. في المقلى نحطهم فوق النار نار قليله بالمغرف تاع اللوح لازم يكون الماء ما يلصقش تاع تيفال ولا يكون تقيل ونخلطوا رانا نخلطوا حتى تنشف كامل. في هذاك الوقت اللي تنشف نديروا لها المغرف معمره تاع الزبده. بعد تنشف كامل تكون لنا العجينه شغل كيما تاع لاباتاشو. نحيوها نكوروها كويرات ونحطوها ونديروا لها الكلاصاج تاعها بشوكولا والتزيين كل وحده ومقدورها وكل وحده والفكره اللي كانت عندها. الشوكولا خلطتي بين شوكولا وليو حبيتي نوار حبيتي شوكولا بالحليب ميلونج اختياري. برافو انا حبيتها صراحه. شوفوا انا دقناها انا ولطفي ونقولكم جربوها. والفتات تاع الخبز واش راح دير به الفتات؟ حنديروا عجيجات وصفه اخرى. عجيجات شوفوا هذه زمان ماما كان دير لنا سفيريه في الدار. ما نكذبش عليك كنت ما نحبهاش تجيني شغل السفيريه هكذاك بالخبز يابس وهذيك المرقه بيضاء وما تعجبنيش. موديفيت فيها هذاك لاش كان عندي واحد 16 17 سنه. إيه؟ وحسب. درت عاود بدلتها درت لها يعني خبز اليابس خليت الخبز اليابس وست لها اليوم داشي المعدنوس البصل ودكها الفرماج يعني نفوريها بالفرماج. تجي بزاف بنينه. واش نديروها؟ ما نديروهاش بالمرقه انا نديرها في الصبوراك. منها باش ما نرموش الخبز اليابس وبزاف بنينه دوك طيب دوقها هذه تقليها ولا وشنو؟ نقليوها. هكذا كيما راهو تخلطيهم. نخلطوا نبللوا الخبز مديش ما اليابس وهذيك نبلوه بالماء. كي نبلوه مليح ما نخلوش حتى يولي تلوق يكون شاد روحو شويه. نزيدوا له الفيون داشي المعدنوس حبه ولاد الدجاج والبصل مرابينو. هذاك البصل كي نديروه فيه شغل ينفخوا. ما بلا ما نديروا لا ليفر شيني. ونزيدوا لها في لي زيبيس نديروا فلفل بيض والقرفه. بعدها نديروا لها شويه فرماج لداخل نخدموا مع عجيجات ونقليوهم يجوا بزاف بنان. انا حبيت افكارك اليوم. صح علاش القرفه؟ القرفه جينيرالمون كي تكون مرقه بيضاء يديروا القرفه. علاش؟ علاش ما درتيش كمون؟ تجي فيها ريحه الحوت شويه. بس الحوت زعما تجيك الحوت. عطاك فكره. يدوزوا شغل في بلاصه البوراك. واليوم عندنا شربه شيف نديم دار لنا شربه هاي كملتها لنا نرفقوها بالعجيجات. برافو عليك. شكرا لك سيده نوال. اكيد راح من بعد حنشوفوا كامل الخطوات ان شاء الله باذن الله. مخرجنا مشاهدينا رايحين على فاصل من بعد نستكمل ما تبقى من محطه معارك. المعارك ديرهم بالسمن عبالك. الريحه لا 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 مع الحشيه بالقهوه السمن هذاك البلدي كما يقولوا له.
تاع اليوم راح نستمتعوا ايمان، راح تستمتعي بالمثقبه وتستمتعي بالدوباره لاول مره تذوقيها. انا راني رايحه لعام 2024 من دون سلام على بالك، لازم لي نعاود نولي للاكل الصحي والرياضه. واش من الاكل الصحي عباك حنا الجزائريين حنا نستقبلوا السنه الجديده بالاطباق التقليديه. يديروا البركوكس لوش بركوكس كاع الطعام لازم يكون رشطه شخشوخه دوباره كلها اغذيه لكن يدرى اذا كان صحيه ولا لا. على الصحه ما على باليش. شوفوا كي يكونوا خبراء تغذيه يعني احنا نحشموا على روح، احنا نتبهدلوا كي يكونوا خبراء تغذيه. كي يكون الكوتش تاع الرياضه، كي يكون خبير تغذيه، خبير اخصائي تاع التغذيه موراه يجي كوتش منير بوشاوي. يعني نتعلم لازم نتعلم ونغيروا من نمط حياتنا هكذا باش يكون فيه ربما نفس جديد لبداية سنة كلها صحة وكلها سلامة. صباح موسوني حاضرة معنا لاستعراض محطتنا الخاصة بالتغذية، راح تعطينا بعض النصائح كيفاش تبداو سنة جديدة بنظام غذائي صحي. صح صباح. صباح الخير. صباح اهلا نور ايمان. صباح الخير كل متابعينا. كيف الحال لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي خبير تغذيه ياكل تغماس و اش لا لا اش لا لا وتخاتش اخو ولا تعسي روحك في النظام الغذائي؟ شوف لطفي، هي كي نقولوا تعس روحك توجور عندنا هذاك لو بوزوان ايدونيك، يعني نحبوا ناكلوا حاجه باش نستمتعوا. هذا ما يمنعش انها تكون مره يعني في الشهر او في الشهرين ولا شهر ونص. حتى في الشهر ناكلوا عفسه اللي حابينها. داركم كيفاش راهم دايرين معاك حبابك؟ كي تطيبي وانت خبير التغذيه ما تبديش ديتيكتي في الماكله واش درتو هنا واش درتو هنا. تعسي شويه يعني هنا هذا هو المشكل تاعنا، حنا تنعاني ماشي غير نتوما. يعني كي تكون تهضر على انظمه غذائيه ولا على هذا صحي هذا غير صحي، كاين اللي يتقبل انه يسمع هذه المعلومات ويحب يطبقهم، وكاين اللي يقول لك لا لا خلينا نعيش بخطره خليها. كل عام تكون موضة جديدة في النمط الغذائي وفي بعض المكونات اللي تلفق البيوت كيما بذور الشيا السنة راهي كنا تكلمنا عليها هي والبن الأخضر اللي تحت له الصدارة القهوة الخضراء. كنا تكلمنا عليها درنا مواضيع في هذا بخصوص الشوفان. احنا حبينا الشوفان ايضا، دوك انواع تاع الشاي هذاك ما كاين انواع جديده راهم يظهروا. صافي اهتمام بالـ بالطبع، لانه شو الان بدات تكون ثقافه تاع نظام غذائي. لانه لطفي كيما نقولوا باش تكون عندنا صحه جيده لازم نكون عندي تغذيه جيده. يعني كي نعرف واش ناكل، الوقت اللي ناكل، الكميه، النوعيه تاع الاكل ديالي، راح نكون بهذه الطريقه راني يعني نعاون في صحتي. والوعي على بالك وين نشوفوه اكثر شيء في المخابز اللي صارت تنتج كل ما هو خالي من 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 جلوتين وفارينة. صرنا نلقاو مخابز منوعه فيها السميد، الخروب، الشعير، القمح الكامل. الان هذا وين قلت لك يعني كاين وعي ونتمنوا يزيد، لانه كاين مشكل ايضا راهو في التطبيق هاد الانظمه وهاد الطرق الصحيه. لانه كان نجي نشوفوا حنايا مازلنا بلد بالك من البلدان الاولى اللي تستهلك المواد المصنعه. المواد المصنعه حب يقول مضافات غذائيه. كنا تكلمنا على اضرار تاع المضافات الغذائيه في هذوك لي سين هذوك واش معناتها، واش يقدروا الاخطار اللي يقدروا يتسببوها لنا، خاصه اذا كنا زدناها وكنا نستهلكوها بكثره. وهي المشكل وين راه؟ هو المشكل راهو في الدوام. يعني انك تداوم على استهلاك هذيك الماده يوميا او يعني كميات، خاطش كل مره حتزيد الكميه على المره الاولى. اذا كنا تكلمنا عن المشكل تاع الجزائريين، اول مشكل اللي يعني عندنا احنا مع يعني مع اللي يحبوا مع النمط الغذائي هو الخبز. الخبز صح. انا قلت لك دوكا صارت مخابز يعني شويه يعني في اللي ناكلوا الخبز اللي فيه لافارين اللي يضر، صرنا يعني نقصوا شويه خبز الشعير مع انه غالي شويه الثمن. هذا واش كنت حنقول لك؟ 6000 الخبزه، الخبزه 6000. احنا نقدروا نوجدوها في المنزل يعني. كي نجي تشوفين احنا حنحط دراهمي، حنشري علاش ما نحطش دراهمي في عبصه اللي على بالي بلي تكون صحيه ليا حتفيد صحتي اكثر. يعني الشعير
نقدروا نديروا دي كاليت تاع الشعير في الدار. الكسره تاع الشعير في الدار تجي هايله، وبلا هذيك الخميره، بلا هذوك المضافات اللي بالك يزيدهم باش يحسن من جوده الخبز ديالو. نكونوا متاكدين يعني باش نقدروا فعلا نقدروا نمجدوهم في المنزل. يعني ما نقدروش نقولوا لي مارك حنا نروح نشري حاجه غاليه وهكذا من بعد نلقى نقرا المكونات تاع هذيك الماده. نقدروا نقولوا كان نتوعاو من هذه النقطه ما نزيدوش نشربوهم وما نزيدوش ناكلوهم. صراحه اول خطوه يبداها الانسان يبداها بقرار، لازم نتاخذوا القرار، تديوا انتم القرار انكم سنه جديده تبداوها صحيه. يعني حاولوا انكم تدرجوا كل ما هو غذاء صحي في الـ في الـ في النمط الغذائي اليومي. المشكل اللي يواجهنا احنا هو الاراده. الاشخاص دايرين في بالهم اني قاعد والاراده تجي هكا وحدها، تسمى بالعقل غدوه نبدا الريجيم، غدوه نبدا الريجيم. هي لا الاراده ما حاش تكون هكذا، لازم يكون قرار، تخطيط، خطه يعني باش نلحق الهدف. مثلا حنبداو سنه 2024 ان شاء الله تكون سنه صحيه للجميع وسعيده لنا كامل ان شاء الله. يعني علاش ما نديرش خطه من الان اني سنه 2024 ندير هدف اني نخسر، إذا كانت عندي وزن زائد نخسر هذاك الوزن، يعني في مدة شحال نحدد. كي نرسم هذيك الخطة ديالي راح نقدر نطبقها، ولكن نقعد هكذا يعني بلا خطة بلا هدف ومن بعد نقول لك ما الإرادة خصني تشجيع، خصني الإرادة ما حاش تجي من لا شيء، لازم تكون كاينة خطوة أولى من بعد يبدا كلش. تفضلي صباح. معليش انت تاع في نفس السياق، انا كنت حنقول لك خلاص هي جات كاينه الاراده وكاين القرار انه نبدا. نخافوا من الجوع. كاين ناس تعتقد من الجوع. الجوع حرمان. لا كيفاش باش واش الحاجات اللي نبداو نقصوهم بالعقل حتى نوصلوا لهذاك النمط الصحي؟ هذا هو النقطة المهمة، انه باش نقول اني حابة بنظامي الغذائي تكون عندي صحة جيدة، لازم عندنا نقدروا نقولوا عضوين مهمين في الجسم ديالنا اللي يستحقوا الاهتمام الزائد، هو الجهاز الهضمي والكبد. لانه الجهاز الهضمي اذا كان سليم ما فيهش التهابات، ما كاش امراض، ما كاش مشاكل قولون عصبي، ما كاش ما حاش يكونوا يعني المضاعفات اللي هي القلق، التوتر، خمول في الغده، يعني يقدروا يديروا لنا مشاكل اخرى. ايضا الكبد، لانه الكبد هي العضو الاول اللي يستقبل السكريات واللي يستقبل الدور ديال الكبد انه يتخلص من السموم اللي تكون في الجسم ديالنا. يعني ديتوكسيفيكاسيون دو كور ماشي حاجه سهله، يعني احنا ناكلوا. إذا نحب تكون عندي صحة لازم في نظامي الغذائي راح نعتمد على أغذية اللي تدعم هاد العضوين الجهاز الهضمي وكبد. الكبد كثروا له الكبدة. لا هكذا كثروا مضادات الأكسدة. كثروا مضادات الأكسدة لحماية الكبد. احكي لي على البنة علاش كل ما هو ممنوع مرغوب. هذه معروف حاجة ممنوعة نحبوها أكثر. وحاجة اللي حكيتي عليها اللي هي التغذية السليمة الصحية، يعني البنة احكي لي على البنة كيفاش نقدروا نوظفوا، وش هي المواد الغذائية اللي نقدروا نوظفوها تكون صحية وفيها المذاق. هي شوف هذه المذاق شغل أشخاص، كل واحد عنده لو بوتا وماشي كامل كيف يختلف من شخص إلى آخر. ولكن إذا كانت عندك حس تاع الطبخ، يعني سلا غاسترونومي، يعني طيب بالحب هذاك وطيب، يعني ديكوراسيون كذا، حتى يعني أنا نقول السلق نحبه، ولكن السلق عند بعض الأشخاص اللي ما يحبوش ياكلوه حيبان لهم يعني في الصحن هكذا يجي شباب ويجي عنده بنة. ونقدروا نستعملوا توابل، يعني ماشي ممنوعين التوابل، مثلا الكركم، مثلا الفلفل الابيض عوض الاسود، يعني نقدر تكون كاينه التقنيات. ابيض خير من الاسود بالطبع. كاين تقنيات، يعني حنا نقولوا لو مود دو كويسون يلعب دور في النظام الغذائي. مثلا تلقى اشخاص يقول لك انا راني صحي 100%، واش دير؟ يقول لك نفور الخضره. ما على بالوش باللي قد ما تفور لمده تاع الطبخ ديالك قد ما هذيك الخضره حتفقد قيمتها، وراح يزيد لاندكس غليسيميك الى شارج غليسيميك. يعني قد ما غليتها ولا فورتها بزياده، طيبتها بزياده، راك تضر نفسك ما راكش في الحميه. هذا لازم قلنا يعني لو مود دو كويسون، يعني طريقه الطبخ تلعب دور في البنه وفي التحضير وحتى في الرغبه انك تاكل هذيك الاطباق. كما قالت ايمان، وعلى واش حنعتمد؟ اول حاجه المعروفه عندنا انه نعتمدوا على انه نقلل الكربوهيدرات، النشويات نقللها،
الخبز، نقللوا نستبدل الخبز يعني الخبز تاع الفارينه بالخبز تاع الشهير، نبدل زعما نستعمل يعني الارز، يعني الارز اللي يكون ماشي الابيض، ما نقدرش نبدل الماركه، كاين اسمر وكاين اسود، كاين اسمر فوالا، الا نستبدل يعني كاين فن الاستبدال في النظام. بطاطا فيها نشد في الفدوى، بطاطا فيها معكرونه، المعجنات ثاني كفي، مع انه المعجنات يقول لك طريقه الطهو تاعها هي اللي تخليها مضره، هي تخليها تزيد. وايضا في التصنيع اذا جينا شفنا بركوكس اللي نخدموها في الدار ماشي هو المحمصه اللي نشروهم برا، يعني هذاك فيها مضافات غذائيه. هو صحي البركوكس، بنين البركوكس، تاكدي لي عنده في الدار. بصح ما نهضروا دوكا على الكميات، اذا قلت لي تقول لي انا راني حميه ما ناكلش، بصح ناكل كي ناكل نحط هكذا يعني الخضره، يحط خضره قدامه تاع بركوكس وياكل، من بعد يقول لك اليوم مفتوح. هذا خطا يعني. هذه الفكره تاع اليوم مفتوح صحيحه ولا لا؟ لا زعما تقتلي روحك بالشر السمانه كامل ومن بعد عندك نهار. هذا هو الخطا، حنايا مثلا كلها مفتوحه. هذا هو الخطا، اليوم المفتوح احنا نطلبوا باليوم مفتوح اذا كان عندنا ثبات في الوزن. يعني اذا شخص راهو في حميه اكثر من 3 شهور ما نقص ما زاد ولا الهدف تاعو يزيد، يدير يوم مفتوح. بصح اليوم المفتوح مش كيما معروف عندنا نحن ناكل لي بيتزا لي ساندويتش لي صوص وهكذا، يوم مفتوح اني ناكل واش راني حابه بالكميات هذيك، ولكن ندير في بالي 24 ساعه فقط. غدوه من ذاك كاين الصيام، الحميه اللي هي صيام، اما الصيام الديني اللي دوك راهم يعالجوا به او الصيام المتقطع، يعني 16 ساعه داخل فيها فتره النوم، وشنو نحو الفتره الصباحيه حتى العشرة باش يبدا نعتمدوا على وجبتين فقط. ولكن السوائل لازم نحافظوا على السوائل في الجسم تاعنا، نحافظوا دائما الجسم ديالنا بالماء، ماشي بالمشروبات الغازيه، ماشي بالعصائر. من الاحسن حبيت تاكل فاكهه تاكلها فاكهه ماشي كي نقولوا كميه، كي نقولوا كميه طبسي ولا بالملعقه نحسبوها، كيفاش تحسبي لي الكميه؟ احنا الكميه ما نحسبوهاش هكذا، لطفي انت النظام الغذائي اللي تستعملو انت ولا اللي حتعتمد عليه ماشي نفسه اللي حيتعتمد عليه ايمان ولا غيرها ولا انا مثلا. احنا لانه راح نعتمدوا على الجنس، كاين فرق بين الانثى يعني فوالا الاحتياجات عند الانثى وعند الذكر، ايضا كاين السن، السن فارق يعني هذاك الفارق تاع السن حيخل يعني يدير لنا اختلاف السعرات الحراريه، وايضا الوزن الحالي لانه كاين ايكواسيون حسبوها باش نعرفوا شحال يحتاج الجسم من سعيره حراريه في اليوم. وهذه تكون يعني مختلفه من كليه لغيرنا، ما نقدرش نقول لك الكميه المحدوده غير عرفت السعرات الحراريه تاعك. مثلا نقول إيمان تحتاج 2200 سعيرة حرارية في اليوم، يعني لازم عليها تقسم الوجبات الغذائية تاعها إلى كل وجبة بحيث المجموع تاع الوجبات الغذائية تاعها تاع السعيرة تاعها راح يكونوا 2200 سعيرة. كاين تطبيقات تساعده صباح، أنا كنت في واحد الوقت نعتمد بزاف على هذه التطبيقات، يعني تعطي له حجم السعرات الحرارية اللي تحقيها أنت في اليوم بالطبع، وتبداي تحسبي كل حاجة تاكليها يعني تحطي. كاين بزاف تطبيقات يعتمدوا عليهم وملاح، مثلا هذيك ماي فيتنس بال اللي تحسب لنا السعرات الحرارية، لو كان نحكمها نكتب زعما غي بلوس 150 هكا بلون بولي تعطي لك شحال من سعيره حراريه فيها، شحال فيها من الجلوسيد الكرام، شحال من هذا. ولكن دائما من الاحسن انه الحميات الغذائيه يكونوا تحت اشراف اخصائي بعد تحاليل طبيه. رجعنا للكبد، رجعنا للكبد لانه قلت لنا عنده دور رئيسي في تخليص الجسم من السموم، من السموم. وش المأكولات اللي تعزز نعتمد بزاف على يعني الاطعمه اللي تكون غنيه بمضادات الاكسده لي زونتي اوكسيدون، يعني فيتامين سي توسكي فيتامين سي. اذا نعطيك مثال، انا نستعمل بزاف ديتوكس تاع لوبرجين، ديتوكس تاع الباذنجان، يعني الباذنجان بلابو تاعها غنيه جدا بمضادات الاكسده. نقطعوه على اربعه، نحطوا معاه شرائح تاع قارص ونحطوه في الماء، وهذا نستعملوه مره في الاسبوع حتى 3 مرات، يساعد الجسم ديالنا، يعاون الكبده يعني الكبد باش تقضي على هذاك السموم، خاصه اذا كانوا عند الاشخاص يعانيوا لا ستياتوز هيباتيك يعني الكبد الدهني. انا مؤخرا راني على بالكش راني نشرب اجان يوميا، بديتها عندي اسبوع زبيب، كمشه تاع الزبيب داخل قاره تاع الماء،
ونخليه يطلق نشرب هذاك الماء مفيدة جدا. قال لك فيه فوائد مفيدة عظيمة جدا للصحة هذه حتى للدورة تاع الدم مفيدة للقلب والدورة الدموية يعني زبيب نعرفه بلي مفيد جدا. قلنا أيضا أنه إذا هضرنا على نظامنا الغذائي نستعملوه نعتمدوا عليه على أنه أسلوب حياة. إما شخص ما يعانيش من مرض يعني حنتكلموا على وقاية من أمراض لازم هذه الفكرة اللي تكون في راسي ما تكونش عندي فكرة أني ندير نظام غذائي باش برك نفقد الوزن. لا لا الوزن صح زائد السمنة هي مرض وهو المرض مفتاحي لكل الأمراض. صح راهي قريب نهاية السنة وحنا معروفين بيوت الجزائريين كثروا من المكسرات نكثروا البلوط البلوط تاكلون انتم البلوط البلوط يشويوه و جوز الجوز المكسرات. انت قلتي لازم تحكموا في الكميات. نعم حتى المكسرات لازم المكسرات احنا ندخلوها في فن الاستبدال في عوض انك تاكل شوكولا بدلها بمكسرات. الكميات راح يختلفوا يعني احنا المكسرات اذا خلطناهم ما حاش زعما ناكل كميات كبيره دائما المكسرات كميات صغيره تشبعنا لانه فيها الدهون دهون الصحية على بها بالخف إذا ناكل مكسرات هكذا نشبع هي مفيدة جدا للصحة لكن الكميات ما نقدرش إذا تكلمنا على الكاوكاو مثلا حنا هضروا على لي غاز والتنفاخ ومشاكل القولون اللي يديرهم لنا هذا ما كان يعني ما نخافوهمش البلوط ما نخافوهاش علاش ما حاش ناكلوا كميات كبيرة حنا ناكلوا كميات صغيرة يعني هي الحاجة اللي تكون كميات صغيرة يقولوا البلوط يخشن الراس يخشن الراس شائع بزاف احنا كنا كي ناكلوا البلوط يقول لك ما تكثرش منه يخشن لك راسك البلوط هذيك شعجوزه باش غير ما تاكلوش البلوط ما ناكلوش قالت لك هكذا شكرا لك صباح شكرا لكم يعطيك الصحة عام سعيد ان شاء الله يدخل عليك بالخير ان شاء الله عليكم ولكل الامه الاسلاميه المهم انه يدخل صحي هذا ما ان شاء الله المهم خلوه يكون صحي ديروا اهداف يعني هي خطط بسيطة تقنيات سهلة تخلي تكون في صحة جيدة وما تنساوش أنكم تمارسوا الرياضة لأن الرياضة ترافق النظام الغذائي والنوم صح يعني 8 ساعات هي اللي راح تخليك تكون يعني حتى لو كان الهدف تاعك هي فقدان الوزن ونبتعدوا كامل على الحميات القاسية يعني وهذوك الحميات الحرمان والحميات اللي انا نلقاوهم هذيك تاع هذيك بلا ما تقول هذه حبيت نقولها هذه النصيحه اللي هذه النصيحه اللي حبها قال الجزائريين ما تحرمش نفسك ما تحرمش نفسك وما تعذبش نفسك مارس الرياضه وخاصه حبيت نعطي برك هذه النقطه على هذوك الانظمه اللي انا نشوفهم يعني لي ريجيم اللي يقول لك ريجيم تاع البطاطا تخسر 15 كيلو في اسبوع هادو كذب هادو مضرة للصحة إذا صح ويكين ريجيم بطاطا هذا ما مرش عليا كاين حوس بالبطاطا ريجيم بطاطا ما ديروش أنا شفت الماء ريجيم الماء ريجيم هادو ما سي دي ريجيم بيزيكي لا الماء أنا جربته الماء شوفي للأمانة أنا جربته سنة 2000 و نظن 2017 بصح كان بالصيام يعني تصوم وتشرب الماء بزاف لا 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 كنت نتبع صباح غير نوض نشرب 3 كيسان حتى لربعة ما دافي اجا غير نوض احنا نقولوا ما دافي هبطنا الضغط الدموي والله ما دافي صدقيني شفت كيفاش كل واحد كيفاش ما دافي وجا مشى معايا لكن كي حاولت انه بعد خلاص حبست عاودت شويه اكتسبت الوزن وسمنت شويه كي حبيت نولي لهذاك الريجيم ما مشاش معايا لانه هذه هو ريجيم غير متوازن ماشي محسوب سعرات ديالو واش راح يصير لنا راح يعطينا يعني يسرع لنا عمليه الايض ديك الفتره نخسروا الوزن بسرعه ولكن راح نكتسبوا الضعف تاع واش خسرنا فقدت وزن ايمان صدقيني يعني في بلاسيبو ثاني كيلعب يعني الفكر النفسي على انه هو مفيد ومليح صح كنت موجد روحي انا نفسيا تلعب دور على الريجيم مليح انه نعززوا نفسيتنا وجود اخصائيين كيما صباح شكرا لك نورتينا نتمنى تكونوا استفدتوا المعلومه ان شاء الله اكيد استفدنا معك مشاهدينا مازال الفايده والاستفاده فيما تبقى من محطتنا بقوا معنا خلينا نعرضوا عليها شوكولا كولي تفضلي اكيد احنا هنا ما كاينش ريجيم كولي شوكولا ديري يوم مفتوح اليوم شكرا لك فاصل قصير مشاهدينا ونواصل يلا تحية كبيرة تحية كبيرة ليه متابع برنامجنا تحية كبيرة للفنان أنور تحية كبيرة ليه وكل عائلته اللي راهم يتابعوا فينا من كل ربوع هذا الوطن الحبيب ولا حتى خارج الوطن اليوم ويكاند على الجالية أيضا الجزائرية تحية كبيرة لكم حابين نسمعوا صوتكم كامل عبر الأرقام الهاتف تحت دار أسفل الشاشة
اليوم لطفي لي الجانب الصحي والرياضه عنده نصيب كبير. حكينا على التغذيه كيفاش نبداوها بنمط غذائي صحي السنه الجديده يدخل عليكم العام بالخير والصحه والهنا، لكن لازم تكون فيه الرياضه في نمط الحياه لانه صحيح. هي الوحيده اللي تخلصنا من كل الامراض، تقينا من كل الامراض وحتى للحصول على الجسم اللائق. كثير من الناس صاروا في تبعوا حميه غذائيه ويمارسوا ايضا الرياضه، لكن اللي يكون عنده وزن كبير ويفقده يخاف من مشكله واحده اللي هي الترهلات. مشكله الترهلات وكيفاش يتخلص منها. ربما الترهلات ماشي الرياضه اللي دير ترهلات، كي دير ريجيم بلا سبور. ايه من دون ما دير يعني حركه بلا رياضه رياضيه، وحتى اللي يمارسوا رياضه ويكون عندهم وزن كبير يجيهم ترهلات. صح اكد لنا هذه المعلومه الكوتش منير بوشاوي الحاضر معنا لنهار اليوم. صباح الخير منير. صباح الخير ايمان. صباح الخير لطفي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. صح واش قالت ايمان؟ نعاود لك الفكره. عاودي لي الفكره برك باش نركز. انا قلت بلي كاين حتى الناس يعني كيكونوا يكسبوا وزن كبير، يعني عندهم وزن كبير حتى ولو يمارسوا الرياضه كينقصوا يكونوا عندهم ترهلات. صحيحه الفكره. صحيحه الى حد ما. دوك نزيدوا نفصلوا فيها مليح مليح كما قلت لطفي. اليوم الجانب باسكو انا شفت الاخصائيه تاع التغذيه كانت هنايا الوزن وانقاص الوزن. نوينا اليوم العام الجديد نوينا نبداوها صحي من بين المواضيع اللي تحبهم انت بزاف. والصح الوزن وانقاص الوزن والاعمال بالنيه. الصح في النيه. هذه هي صح. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها لازم نفرقوا ما بين الترهلات والوزن اللي يكون زائد في الجسم تاع الانسان. باسكو دي فوا كاين ناس يشوف كيشوف عنده وزن زائد، كان واحد يقول لك عندي ترهلات وواحد يقول لك عندي وزن زائد، لكن ما يفرقش ما بين هذاك الوزن الزائد اللي راه عنده في الجسم تاعو ولا ترهلات. ترهلات كما قلت ايمان هي اللي راح تكون، انا دوك باش نفصلوا فيها مليح، هي اللي راح تكون بعد كاين حاجه الاولى بعد ما يكون وزن كبير ودار حميه غذائيه وفقد الوزن راح نشوفوا الترهلات على الجلد. ماشي وزن زائد. ماشي وزن زائد اللي نشوفوه على الجوانب ولا نشوفوه في الارجل ولا نشوفوه زعما نقول فرقه جلده يعني لابو ميم سي تشوفه هو رقيق، لكن عنده جلده زائده خاصه في البطن. خاصه في البطن والرجال من ذاك تكون شويه على مستوى اسفل الصدر يكونوا كاينين ترهلات هذوك بعد الوزن هذاك الزائد اللي كان عنده. راح نعرفوا السبب، نحاولوا دوك السبب على واش جاتنا هذيك، على واش جاو الترهلات على الجلد. ما ماناش نقولوا الوزن الزائد، نقولوا ترهلات على الجلد. الحاجه الاولى هي الوزن الزائد اللي كان تاع الانسان هذاك اللي ولا الرياضي ولا اي انسان الوزن الزائد. باسكو علاش؟ كل ما يكون وزن زائد وكل ما تكون فتره طويله تاع الوزن الزائد اللي كانت عنده، كل ما الجلد تاعو يعني الجلد باسكو راهو اكبر يعني حاجه في الجسم تاع الانسان، نشوفوا الجلد اكبر عضو في جسم الانسان، راهو يتمدد ويحاول يتاقلم مع الوزن اللي راهو عنده هذاك الانسان. ولا يعني كل ما راه يزيد الوقت وكل ما راه يزيد الوزن كل ما راه تزيد الصعوبه ويزيد راح يزيدوا ترهلات مع الوقت. يعني الجسم تاعنا واش راح يدير؟ عفوا الجلد يعني لابو تاعنا هذيك واش راح دير؟ راح تحاول تتاقلم مع الوزن هذاك اللي راهو يزيد في الجسم تاع الانسان. وبهذا يعني كي راح يكون يدير ريجيم راح تكون عنده كل ما كما قلنا كل ما يكون الوزن زائد كل ما يكون النسبه تاع الترهلات راح تزيد اكثر، كي راح يعاود يدير ولا كي يعني يروح لمرحله تاع انقاص الوزن. ولا والحاجه اللي حتخليه اكثر واكثر يزيد ويزيد ولا كما قلنا باش راح يلحق باش ينقص هذيك يعني اللابو هذيك الزائده، الحاجه الاولى اللي راح تعاونوا بزاف بزاف اللي هي كما قلت لطفي هي الرياضه. وخاصه تمارين تاع التقويه، باسكو التمارين تاع التقويه هي اللي راح تخلي تكومبونسي ما بين هذيك الدهون اللي كانت، راح نعوضوها بالعضلات. يعني الفراغ اللي كان حاكمه هذاك الجلد كل ما ينقص كل ما حنعوضوه بالعضلات. لكن العضلات هذيك برشو العضلات باش تكتسب عضلات بعد كما قالت النظام غذائي وكذا باش تكتسب عضلات ولا باش تغطي هذاك الوزن الزائد اللي كان بالشحوم والدهون باش تغطيهم بالعضلات، هذا خلينا نقول لك شيء مستحيل. كتله ضخمه تاع دهون ومكلفه تكلف ومكلفه وشويه تاع العضلات. يعني كل مامسي يعني كما قلنا راح نديروا تقويه باسكو هي اللي حتعاون بزاف والنظام الغذائي كما كتقول الاخصائيه، هادو لا هادو ما راهمش راحين زعما ينقصوا يعني نحونا الدهون. خاصه انك كما قلنا كان وزن زائد كبير اللي راه نقصوا بعد الفتره هذيك. البروتينات معروف هي اللي تبني العضلات. البروتينات بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. نعم.
شكون هو اللي اكثر سرعه واكثر تاثير في بناء البروتين الحيواني؟ حيواني يعني بروتين حيواني ما نقدروش نعوضوه. هذا لا يمنع انه البروتين النباتي يبقى مصدر للبروتين، يبقى مصدر للبروتين، لكن الفائده تاعو اكثر ما هي البروتين النباتي، مع انه مام الجسم يسحق البروتين النباتي باش يكون كما قلنا توازن الغذائي تاع الجسم، كل حاجه يحتاجها راح يديها من المصدر اللي يسحقها. تمارين المقاومه ما تكونش جوستوم، هذا واش انا نحكيو ايمان، تمارين المقاومه هي ولا خلينا باش نبسطوها مباشره ويفهموها الناس، هي الميسكيلاسيون، هي اللي حتعاون بزاف بزاف، هي اللي حتخليك تكتسب العضلات اللي راح تعوض هذيك الدهون اللي فقدناها وتخليك تحكم شويه الجلد تاعك. لكن كما قلنا الا كان وزن زائد كبير وكان ترهلات كبيره ماشي راح تروح، كاين حاجه واحده اللي حتنحيها. بون حنا ما حنا ماناش مختصين فيها، لكن هي كما قلتي الجراحه التجميليه هي اللي حتنحي لنا مباشره، مع انه هو ماهوش مرض يعني كي يلحق انسان برك استيتيكمون ولا مظهر يولي مظهر ماشي شباب يعني، معليش الانسان يبقى التجميل مباح لانه فوالا سبب يعني كي تلحق بارسيلاج دوك الا كان عنده هذيك لابو بزاف طايحه بزاف طايحه راح ديرونجي في حياته وراح يتقلق منها، ودير ممكن من التقلق هذاك راح دير له امراض واحده اخرى ممكن تخص المراه الحامل بعد الولاده يجوها هذوك الترهلات. جوستومون كيما قلت لطفي، مام المراه الحامله علاش يجوها هذوك الترهلات خاصه في اسفل البطن؟ باسكو هذيك المنطقه تاع الجنين ولا تاع الجسم، هذيك المنطقه كيما النبوله البالون المطاطي النبوله كي ننفخوها يولي كي نفشوها تولي هذيك التجاعيد تلقى روحها. نفس الشيء الجسم تاع المراه، كل ما راهي يعني كل ما الجسم تاعها راهو يكبر في المنطقه هذيك، كل ما الجسم الجلده هذيك لابو هذيك راهي تحاول تتاقلم مع الوزن هذاك اللي راهو يزيد في هذيك المنطقه. بمجرد انها ما سي بون تكمل الفتره تاعها وتولد راح تعاود تولي هذيك الترهلات، لانه الجسم راحت هذيك الكتله اللي كان فيها. وكما قلنا الحاجه اللي راح تعاون هي كما قلنا تمارين التقويه، التغذيه السليمه، وبعض المكملات اللي راح تعاون، ماشي هي راح تنحي كما بعض واحد يا ربي خلينا مكمل غذائي هو اللي حيعاون. كما قلنا كاين بزاف مكملات، لكن الاوميغا 3 يقولوا انه الاوميغا 3 لانها الدهون، والدهون الصحيه اللي حتعاون كان في يعني في لابو باش تغذيها اكثر وتكون يعني عندها جمال وتكون عندها الاستيسيتي. وكاين تن مكمل غذائي دوك نفكر نقوله لكم، كما قلت لطفي هذيك المنطقه اللي راح يتاقلم معها الجلد تاع الجنين، بمجرد انها ما تكمل الولاده تاعها راح يولوا لها هذاك الترهلات. ومن بعد تختلف ثاني، كاين حاجه اسمها الجينات دوك، ماشي لازم واش يخرج عليا انا يخرج على لطفي، ماشي واش لازم يخرج لطفي يخرج على انسان واحد اخر. ممكن انايا بعد ما ندير بعد ما زعما نكون عندي وزن زائد ودرت يعني ريجيم ودرت الرياضه وكلش ما يكونوش عندي ترهلات. طيب يكون عندي حاجه صغيره منير اللي يكتفي برك بالجري كرياضه يوميا، يدير حصه جري يجري لمده من الوقت تكفي انه تبني له العضلات وتخلصوا من الدهون في نفس الوقت؟ لا انا اقول الكارديو لطفي، هذه حصه تاع الجري هي حصه كارديو، هي تمارين هوائيه، وتمارين هوائيه اللي حتعزز لك القلب كما قالت لك، الدوره الدمويه، وممكن شويه عضلات الارجل. لكن باش تقيس كاع عضلات الجسم بالجري ما تقدرش، لازم ما تقدرش، لازم تولي لتمارين المقاومه. لتمارين المقاومه حتى ماشي لازم قاعه رياضيه، حتى يعني الفقرات اللي رانا نديرهم خلال الاسبوع هذيك تمارين تساعد بزاف الناس اللي راهم عندهم كما قلنا وزن زائد، ولا حتى الناس اللي عندهم ترهلات ولا تساعدهم. حتى ورانا نخدموها بوزن الجسم يعني، حتى ورانا نخدموها بلو بو ديكور، لانه كاين ناس ماشي لازم سورتو في احنا جينيرالمون نخدموا معاهم ناس مبتدئين، ناس بالك نساء قاعدين يعني في البيت. التمارين هذوك تاع التقويه اللي رانا نديروهم، مام سي ما راناش نديروا ان بوا كبير اللي رانا نعاود نخدموا به دي فوا باش نستعملوا دي زالتير ولا، لكن هذيك التمارين تساعدهم، لانهم الجسم تاعهم راهو في مرحله البدايه، ومرحله البدايه ما تسحقش تمارين كبار، ما تسحقش ماشينات يعني دي زاباري اللي تخدم بهم، ما تسحقش وزن زائد كبير، لانه باش تبني العضلات، باش تبني عضلات الجسم لازم وزن زائد على الجسم يعني بعد فتره، انا قلنا ماشي في البدايه، باسكو كل ما نزيدوا لا شارج في الجسم كل ما رانا نبنيو العضلات. هذه هي. منير شنو اصعب منطقه اللي يكونوا فيها للتخلص من ترهلات البطن؟ البطن ولا كاين اللي عندهم هنا في اليدين؟ البطن جينيرالمون، البطن جينيرالمون هذه هي يعني المنطقه الكبيره والمنطقه الصعبه في الجسم. والدق المزدوج؟ الدق المزدوج انا قلنا الجينات كل واحد وكيفاش لطفي، هو ما راهوش، لكن كما قالت ايمان يعني العامه تاع الناس
هي منطقه البطن. الدوبل مونطون ماشي كاع الناس، كاين اللي عندهم كاين اللي عندهم. احنا قلنا الجينات، الجينات تلعب دور كبير. كاين ناس اللي ورطوا الدراهم وناس ورطوا المونطون. هذه هي كاين يعني جينات، كل واحد يختلف من جسم لجسم. كاين اللي يعتقد انه على مستوى البطن كيدير يعني اللي زابدو وكانه راح يشد الترهلات، هذا الشيء صحيح؟ نو، التمارين تاع فرشة الدم بعد الالم يكون فيها الم بعد ممارسه الزابدو. لا، تمارين تاع البطن ولا تمارين تاع الزابدو هي تقوي العضله، لكن الدهون، باش كنا نحكيو على الدهون وحتى الجلده هذيك، ماشي تمارين تاع الزابدو. بصوا هذه فريمون كيما ايمان، هذه غلطه كبيره بزاف يديروها الناس، هي انهم غير يشوف عنده واسمو يروح يخدم تمارين مباشره تمارين تاع الزابدو. وانا نقولوها حتى ورانا ديفون نديروها، نديروا تمارين تاع عضله البطن، نقولوا بلي ماشي هذه التمارين اللي حتنحي لك الكرش دهون. البطن دهون البطن تنحيها، ولا ماشي غير دهون البطن، يعني الدهون الجسم كامله، هو النظام الغذائي المتوازن هو اللي يخلي لك تنقص دهون الجسم وزياده على الرياضه. هانا نعاود نوليو للرياضه اللي هي تخلينا كل ما نديروا تمارين خاصه تمارين المقاومه، كل ما الدهون هذيك راح تنقص بالعقل وما يكونش كاين هذاك يعني النقص يعني الكبير في فتره صغيره، باسكو هذا النقص الكبير في فتره صغيره تان هو اللي حيخلينا. اسمح لي لطفي، كاين نقطه ثانيه مهمه، كاين بزاف اللي يمارسوا الرياضه كوتش يبداو يعسوا في الميزان، كي تكون تمارس رياضه كارديو زيد دير مقاومه. احيانا مثلا انا شخصيا ما كنتش ننقص في الميزان، لكن الكتله لكن الدهون كنت ننقص فيهم، كنت نحس من خلال الملابس نشوف انه نقصت، لكن على الميزان ما المعيار ايمان كيفاش كنكونوا في مرحله باكي ما قلتي نحب ننقص الوزن، ماشي غير المعيار تاع الوزن اللي نقيس عليه. صح. عندنا الميزان من بين المعايير اللي نقيسوا عليهم، عندنا الميزان، عندنا كيما قلتي تشوفي الملابس تاعك، عندك الصور ديري تصويره تاع افوي ابري هذيك تعطيك، باسكو انت ما تشوفيش روحك، بالك تلاحظي انه يشوفك انسان واحد عنده بزاف ما شافكش يقول لك اه ايمان ولا نقصتي ولا لطفي هاك نقصت ولا نقص في البوا، مع انه انت ما تلاحظهاش في روحك، باسكو انت تشوف روحك كل يوم. لكن كون ديري تصويره يعني قبل شهر وبعد شهر راح تشوفي الفرق. وحنا كيفاش تشوفي نقص شويه ولا انت شويه يا لطفي هاك ناقص شويه الى راك تنطريني؟ مانيش نطريني، لكن تبعت حميه غذائيه زملاء كامل ابي شوف فيا هذاك، شوف فيا هكذا، انا كي نذوقك وحاس بالني هذه ما كنتيش، انا نذوق على جال المشاهدين برك. علاش كاين الناس اللي يسمانوا الا الساقين يبقاو رقاق؟ خاصة الرجال اللي يمارسوا بزاف بزاف يسمانوا، عنده البطن عنده الوزن الزائد، لكن كي تشوف الساقين تاوعو والفخذين يكونوا رقاق. انا قلنا لطفي يعني قلت لك النقطة اللي حكينا عليها تاع الجينات نفس الشيء، واش قلت لك كاين اللي تلقاه العكس، تلقاه ممكن في الجهه السفليه، سواء خلينا خاصه عند النساء تلقاها في الجهه السفليه عندها دهون بزاف بزاف، والجهه العلويه تاع الجسم تاعها تلقاها نحيفه ناقصه، هذه تولي الجينات تاع الانسان، يعني الشحوم تتوزع باختلاف التركيبه تاع الانسان. بصح حنا باش يعني نسيو نوازنوا الجسم هذاك ويكون فيه توازن في الجسم وتناسق في الجسم، الرياضة خاصة تقوية العضلات يعني ميسكولاسيون، هي للتمارين المقاومة، هي اللي تخليك تتناسق بالجسم، تناسق الجسم تاع الانسان، سي بور سا يسموها كمال اجسام. حنا ناويين كمال اجسام والتناسق، حنا ناويين، انا قررت بصح نحبوا برك واحد يشجعنا يبوسينا برك. حتى الجانب النفسي تلعب دور كبير الرياضة، والله اكيد اكيد نفسيا تكون مرتاح، تكون سورتو الاصدقاء يا اصدقائي شجعوني باش ندير سبور، عندك منير هنا حنا نشجعوك، كاين اللي يديك غير الماكله وحاجه مشابهه بالماكله والاكل والشرب وكذا ولي فاست فود وين كاين، وكاين اللي يقول لك نروح نونتريني وكل مليح، هذه هي ما تخير خاش علاش لطفي عندك زوج عباد الاخر، عندك لطفي ولطفي، عندك لطفي اللي يقول لك يدي لازم دير رياضه ولازم تاكل اكل صحي، وعندك لطفي اللي يقول لك هيا لازم نروحوا ناكلوا برا، لازم لازم تروح العام الجديد لازم نخلي لطفي واحد كما قلت بقبي كنت نسمع فيك كنت ما تحرمش نفسك تعجبك هذيك ثاني هذيك اللي لطفي الدوزيام يقول لك ما تحرمش نفسك منير بسم الله شوكولا خليهم بعد مخدومه بالسميده مخدومه بالسميده بصح هو يحرقها هو ويروح منا يخرج ديرك لاصال اليوم لا اليوم اليوم يوم راحه اليوم ما كاش عندك نهار اوف اه بيان سور اليوم ما ندير والو ما كاش تاكل كلش منير عادي انا نمشي ايمان بقاعده 28% قاعده 28% هي
80% هي اكل صحي ورياضه وكلش، وعندك 20% تقدر تكون فيها اكل يعني خلينا نقول كما قلت باش ما نحرمش نفسي، واش حاجه اللي نشهوها ناكلوها في ال انا عباك نغير من الناس، نغير من الناس اللي عندهم وظيفه حياتهم رياضه، يعني هي وظيفه يسترزق منها وفي نفس الوقت راه كسب صحته. صحته صحته صح صحته صح صح صحتك. وحنا واش رايك في وظيفتنا؟ وزيدي راح يمشي ثاني يمون. وحنايا؟ حنا صباح الشروق. اسكت برك هذه صباح الشروق. مع الشيف نديم قولي برك تجي تنوي باش تبدا تبدا ريجيم قولي يقابلك بالدوباره ويقابلك قولي انت ودير ريجيم. دوباره قول مثقبه. دوباره نورمالمون يديروها بحميصه والفول ياك. ايه كليتها بوسعاده. كليتها. انت زرت بوسعاده. نحبها. معروفه بالدوباره. دوباره بوسعاده مدينه جميله ومؤخرا لطفي اخر قال رئيس الجمهوريه ولات ولايه منتدبه بوسعاده. الف مبروك. كل الولايات اللي ولاو ولايات منتدبه. الرحله القادمه هنا حتكون. الرحله القادمه ان شاء الله. وين رحتوا المرة اللي فاتت؟ احنا الحمدانية ندية شومان فاس السكة الحديدية القديمة المهجورة اللي كان فيها التران يعني اللي يمشي نورمالمون من العاصمة ولا من جهة بازا إلى ليسونسيال ندية يعني الطريق تاع ندية. رحنا يعني اكتشفنا منطقة بزاف بزاف شابة نمشيو على الجبال، ممكن الناس يعرفوها لكن ما يعرفوهاش الكوتي تاع الجبل، يمشيو في الطريق برك القديمة اللي تدير ندية يشوفوا هذيك لي تونال هذوك وهذوك اللي راهي تاع القطرة هذيك المكسرة هذوك اللي مشينا فيهم كأنك لطفي كأنك تمشي في فيلم يعني في فيلم راك تمشي مغارات لداخل في الطريق تاع التران الظلام وحنا بلي طورش شفتي الوظيفة مغامرة مليحة شفتي وظيفته؟ ضربك بعين اليوم وان شاء الله وان شاء الله رحله قادمه ممكن تكون في الجانب تاع القبائل نروحوا لكابيلين. كيف جوز العام 2023؟ الحمد لله كان فيه توجور دائما دي او دي با. الحظ كان معك في العام هذا؟ الحمد لله الحمد لله، يعني انا بالك من بين كما قلت لطفي من بين بالك الناس يعني من كورونا كاين الناس اللي ما خرجش عليهم فتره الكورونا، احنا بون نحكي على روحي انا من بين الناس اللي بالك ساعدتني فتره الكورونا، كان فيه عمل اكثر كان فيه يعني عرفت استغلها يعني استغل الحمد لله استغلنا كما يقولوا في هذه كما يقول لك كاين الناس من بالك ما خرجش عليهم، احنا الحمد لله شيء مليح انه تقدر تحول الشيء السلبي الى ايجابي. حولناه ايجابي وعاوننا فيه عاوننا فيه ربي قدرنا انه عاوننا فيه ناس بزاف ناس الحمد لله الرياضه هذيك الفتره كانت الناس بزاف محتاجه للرياضه محتاجه للاكل الصحي محتاجه للنصائح في التغذيه محتاجه للنصائح في الرياضه، حاجه اللي خلاتنا بالك نزيدوا نقدموا حاجة إضافية في الفترة هذيك. الحمد لله رانا بصحة جيدة، الناس اللي عزاز علينا مازلنا توجور نشوفوا فيهم والناس اللي فارقونا نترحموا عليهم، خاوتنا في فلسطين ثاني ندعو لهم إن شاء الله ربي ينصرهم ثانيك، والناس اللي يعرفونا ثاني نقول لهم إن شاء الله عام سعيد برشو بالك ما تلاقاوش حتى يعني العام الجاي الأسبوع الجاي نقول لهم عام سعيد الوالدين تاوعنا أنتوما طاقم صباح الشروق قناة الشروق الناس كاع اللي يعرفوا منير البوشاوي نقول لكم عام سعيد وكل عام وانتم بخير. اللي يعرف منير ما كاينش اللي ما يحبوش منير. الحمد لله شكرا. يعطيك الصحة حبينا كثير مرورك معنا منير. نورتنا بحضورك وإطلالتك واستفدنا كثيرا من خلال هذه التوصيات، كل فائدة والاستفادة من خلال المحطات والمواضيع اللي نرافقوا من خلالها جمهورنا. صح لطفي أنا راح نضيف منير. لك تروح يا لواعة. مخرجنا ترافقني. اذا باش تزيد تكتشف كيفاش دوكا نرجعوا نديها باش توري الطبق منير ما نضيفوش مسكين نضيف ونعطي له منير. شكرا ربي يحفظك بارك الله فيك. شكرا اي في قلبك انت هاك 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 دي 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 على بالي دي راني جيت عسلنتك. كاين اللي صالي هذه ما عندي ما ندير بها نرجعها هذه ما عندي ما ندير بها هذه ضقتها خلاص بنينه بزاف. ايه هادو العجيجات هادو هما العجيجات تاع السفيريه وصحيه. ايه ايه هادي تبني البروتين تبني العضله. انا كنت ضحكوا على بالكم بلي الخبز البايت صحي نحملوا لي قاعد البايت البايت زمان كانوا الخبز يبيتوه باش ياكلوه ها على كفعاك ماشي صح باش نقول راني مبرر نفسي باش نذوق باش نذوق. إذا هذو العجيجات باش حضرتيهم نعاودو نذكرو على السريع الخبز اليابس ولا الخبز البايت بلناه بالماء زدناه لهم شويه معدنوس شويه لحم مرحي ولا دجاج مرحي ولا واش كان واجد وزدت لهم حبه بصل مرابيا بسم الله وفي لي زيبيس درت لهم فلفل كحل ولا فلفل بيض وشويه قرفه هذه هي نورمالمون بنان خفاف خفاف على البوراك صح لا 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 البنات على العراس والله نجي ندوق ديما موسيقى ولا غير نجي نشوف ولا غير تنوضي ولا غير تنوضي حنا تاع منير بوشاوي صح
والله غير ندوقو شويه. عصير القاوصه؟ اه ديريها الجديده. هاي الجديده ندوقو شويه. بالفرماج من الداخل بنينه. بسم الله. ماشي بنة تاع العرس؟ بنان صح بنينه بزاف. بنة تاع العرس؟ وين عرسها؟ راح منير راح منير وصباح راحوا بزاف بنينه. صحة سيدتي بزاف بنينه. شكرا شكرا لك. ايه بون هذه الجيجات خلاص انا شفناها وذقناها. وهذه الشوكولا اللي درناها من قبل كتذوق فيها. نوريو الطريقه نعاودو نذكرو الطريقه. هذه خلطناها سميد. ايه سميد. شوفي درنا كيلة تاع سميد. كاكاو. وكيلة تاع سكر. نواد كوكو. ونص كيلة تاع نواد كوكو. ايه. ودرنا فيها ثلاث مغارف تاع اسمه كاكاو مارون. ايه. ومغرفة تاع كاكاو مع نواد. ايه. ونطموه نديروه كامل باش النواشف نحطوا نزيدوا لهم زوج كيسات تاع حليب. ايه. خلطوا كلش فوق النار في عصيدة. في ماء وما يسقش. ايه. بالمغرف تاع اللوح خلطوها على نار قليلة نطيبوها عصيدة. خلطوها حتى تنشف. إيه؟ كي تبدا تنشف هكا ترفد في روحها من المقله نزيدوا لها مغرف تاع زبده. نحيوها هاي ليك كيما راك تشوف فيها نشكلوها جيجات. هام ليك دي بول صغار كيما نحبوا. يعني الشكل اللي حبيتو ما كاين اللي يحبوا يديروها في ليمول تاع سيليكون. ثاني هكذا. وغلاسيوها هاي ليك. يغطسوها في الشوكولا. لها الوصفه مره اخرى. إذا كان ممكن تاع الشوكولا نعاودوها دوك بس كان مدينا هذوك مديتوها خلاص اوكي انا ما سمعتكمش نعاودو نذكروها وحده متفصله معليش نعاود من عيوننا بون هنايا درنا كيلة تاع سميد قلتي كيلة تاع سميد متوسط ايه كيلة تاع سكر ايه نص كيلة تاع نواد كوكو ثلاث مغارف تاع كاكاو ومغرف تاع كاكاو بمارون ثلاثة ايه؟ مارون وحده نواغ ايه نديرو كامل النواشف نزيدو لهم جوج كيسان تاع حليب نحطوهم فوق النار بالمغرف تاع اللوح انا نخلطو نار قليلة نار قليلة نار قليلة خير باش طيب لنا السميد وما تجيش فيه الريحة هكذا حتى تسترفد كيما لاباتاشو كي تسترفد نزيدو لها مغرف تاع زبدة زبدة احسن زبدة خير من مارغارين مغرف تاع ماكلة معمرة مغرف معمرة مليحة تاع زبدة هاي ليك هاو ليك تشكلنا هكذايا نحيوها ونديرو لها يعني الشكل اللي حبيناه كل وحدة واش طارتها برافو عليك يعطيك الصحة وكيفاش شبحتيها هكذا؟ ديري لنا واحدة على المباشر. ايه شكلي لنا كورية هاي مشكلة كورية. هذه شوكولا بالحليب. ايه وهذاك الزيكزاك بالشوكولا نواغ. اوكي. ولا نعكسو كيما نحبو. أسهل منها طريقة ما كانش. هي درتيها في صاشي؟ هذه جمدت شويه ما تقدرش لازم تكون ذايبه باش تقدروا تحكموا فيها صح؟ معليش دوكنا هاي بدات ما تقدريش لازم هي لازم تكون ناشفه لازم تكون ذايبه هكذا ما تمشي ما تصلح شوفوا لازم ذوبوها ذوبوها وتعاودوا ديروها في كيس كيما راهي دايره باش يجي هذا الشكل هكذا باش يجي هذا الشكل ودير زيكزاك 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 حاجه سهله برافو عليك شويه بيستاش شويه نواد كوكو ايه هذه هي حبينا مرورك معنا تعيش يعطيك الصحة نورتينا في اطلالتك يعطيك الصحة خويا العزيز وان شاء الله كل السيدات اللي يحبوا الاطباق يجربوها في بيوتهم تحية كل البيوت والمنازل اللي فتحت لنا ابوابها لاستقبال اللي استعرضنا عندي لاباج تاعي في ايه وش هي؟ انستغرام تدا برنانا تبعوها على صفحتها على الانستغرام وتبعونا ايضا من خلال صفحتنا على الانستغرام على التيك توك على اليوتيوب والفيسبوك محطتنا المواليه الفنيه بامتياز ابو الفنون المسرح حاضر معنا وحضور فعاليه المسرح المحترف المسرح المحترف لطفي في طبعته 16 ليحتضنوا المسرح الوطني محي الدين بشطرزي بمشاركه العديد من الفنانين والحمد لله من خلال كثير من الصور والفيديوهات اللي شفنا خاصه في الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه تصالح كبير للجمهور مع المسرح هذا المره شفنا جمهور غفير يحضر المسرحيات اللي تعرض طيله هذه ايام المسرح مهرجان المسرح المحترف من بين
اشهر واعرق المسارح في الجزائر واللي دائما نشوفوا فيه انتاجات واللي خرج لنا ممثلين كبار في الجزائر هو مسرح سيدي بالعباس لطفي أكيد. المعروف اكيد والمشهور والحاضر معنا اليوم سيدي بالعباس معروفه بالراي ومعروفه بال منها خرج بالراي وبالمسرح ايضا الفن الرابع وكثير من الفنانين والاسماء الكبيره في الفن الجزائري من بالعباس تحيه الناس بالعباس اللي يشوفوا فينا حاضر معنا اليوم الممثل الفنان ابو بكر بن عيسى سنتحدث عن تفاصيل مسرحيته اللي شارك بها وهي مسرحيه ثورة صباح الخير اهلا وسهلا بك مرحبا صباح الخير صباح الخير لكم شكرا على الدعوه شكرا جزيلا اذا هذا هو البوستر الرسمي للمسرحيه ثورة نشوفوها مع بعض وحيعطينا اكثر تفاصيل عليها احمد على هذا المسرحيه احنا كي نسمعوا ثوره نقولوا بلي عمل تاريخي وطني صح عمل ولا تاريخي صحيح عمل تاريخي هو هذا العمل انجز في اطار ستينيه الاستقلال هي من ضمن المسرحيات التي كانت مدعمه من وزاره الثقافه تحت اشراف الوزيرة الثقافه الدكتوره سوريا مولوجي وهذا كان ضمن الاعمال اللي انجزت في اطار هذه الستينيه اللي مرت هذه السنه سنه 2023 فيها جازت عرض المسرحيه ولا مازال؟ اليوم ان شاء الله اليوم العرض اليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله وراني جيت باش نقول للجمهور مرحبا بكم روحونا روحوا بزاف روحوا شاركوا معنا لحظات فرجه لحظه ساعه مسرح روحوا نتقاسموا هذه الفرحه وهذه العمل اونسومبل اليوم 19 ان شاء الله شكون راح يتقاسم معك خشبه المسرح نحكي لكم نعطيكم لمحه على العمل هذا العمل هو من انجاز المسرح الجهوي سيدي بالعباس تحت اشراف الفنان مدير المسرح رشيد جرورو وهذا العمل لفكره وتصميم عرض للفنان المتميز صديقي عبد القادر جريو وكان في كتابة النص كل من الفنان هشام بوسهلة والأستاذ يوسف ميلا يحكي هذا العرض المسرحي يحكي على ثلاث أصدقاء هي قصة ثلاث أصدقاء شباب طوار الكل يريد نصيب في الاستقلال فيما بعد الثورة هنا النوايا تختلف الثورة واحدة ولكن النوايا تختلف وأردنا أن يكون أو أراد المخرج أن يكون هذا العمل لا يكون له زمان ولا يكون له مكان يعني نظرة مستقبلية نو سي با الثورة الجزائرية نظرة مستقبلية هي نظرة مستقبلية ونظرة الماضي لأن لما نرى كل الثورات التي فاتت عبر الأزمنة والتاريخ وفي كل الأماكن نرى أن الثورة فيها الجانب الاخر فيها الجانب اللي ثورة ماشي بالسلاح فقط لا يعني هي بالسلاح بالقلم لكن الكل لها نوايا الثورة فيها لي دوماج كولاتيرو فيها تجي فيها المأساة الإنسانية لأن لكل شخص نيته فيها الثورة كاين اللي تكون نيته صادقة اللي هي يحرر الوطن والأرض الذي يعيش فيها والاستشهاد ولا يهمه شيء ولكن كاين آخرون اللي لهم نية أخرى اللي يريدون مصالح يريدون حقهم أنفان ما نقدرش نقول حقهم يريدون ذاك الجانب من الزعامة ومن المناصب ومن هذا العمل يتكلم على هذا وهو لا يخص ثورة التحرير الجزائرية بل هو يتكلم على كل الثورات هو نص مقتبس على حسب ما شفت كاتب ياسين أعطيك صحة هو نص من مقتبس من نصوص كاتب ياسين أهمها نص الجثة المطوقة ونص الأجداد يزدادون شراسة هو مش غير من نصوص كاتب ياسين المخرج أراد أيضا أن يجسد افكار كاتب ياسين خدينا من نصوص كاتب ياسين وايضا من شفنا بزاف لي زانترفيو دو ياسين الله يرحمه خدينا من افكار كاتب ياسين ونظرته للمستعمر وللشعوب المضطهده وتلك الشعوب كي تنوض تناضل وتنتفض هناك اناس اخرون لهم نيه يستفادوا من الانتفاضه يستفادوا من الانتفاضه احكي لنا على الحقبه التاريخيه الزمنيه اللي تحاكيها المسرحيه جوستومون هي هذه المسرحيه ما فيهاش حقبه من خلال اللباس اللي نشوف انا في الملصق الالبسه مختلفه ومتنوعه يعني اعطيك الصحه هنا من خلال اللباس
تشوف من خلال اللباس ومن خلال الديكور تفهم باللي هذا العرض المسرحي اللي تشوف فيه ما فيهش زمن معين محدد ومكان محدد. يقدر يصرى الان، يقدر يصرى في الماضي، يقدر يصرى في على حسب تصور المشاهد ولا المتفرج يقدر يرى. هذا هذا اللباس اللي اعتمدتوه انتم هو واش من حقبه زمنيه؟ هو لباس فيه اللي سماه اللي قام بانجاز السينوغرافيا والملابس والفنان يوسف عبدي. ايه لما ترى الملابس تشوف كان اشياء من الماضي، اشياء من الحاضر، اشياء اللي تخيلها اللي يكونوا من المستقبل، وهذا اللي تكون دلاله على اننا ليس لنا زمان في هذا العرض المسرحي. علاش خير صاحب الفكره انه ما يديرش زمن محدد؟ هو خوف على اسقاط ربما؟ لا 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 ليس خوفا على الثوره الجزائريه. لا لا ليس خوفا، الكونترال، احنا كنديروا اسقاط على ثورتنا الجزائريه، احنا ما غاديش نضروا ثورتنا احنا. لانه في هذا العمل اعد خصيصا للستينيات الاستقلال. نعم صح؟ نعم نعم. هو العمل واش علاقته بالثوره الجزائريه؟ علاقته بالثوره الجزائريه هو ياسين لما كتب هذه النصوص كتبها للثوره الجزائريه، باسكو ياسين عايش حقبه الثوره الجزائريه وكان وناضل بالقلم. ياسين كان من المناضلين اللي ناضلوا بالقلم، كان قريب من الثوار. درك لا فيزيون تاع او نظره المخرج ارادها ان تكون يونيفرسال، ارادها ان تكون يونيفرسال عالميه. وكل الثورات تتشابه في هذه النقطة بالذات، في الانتهازيين، في الثوار الحقيقيين، أرادها أن تكون لمحة للثورات اللي في العالم، خاصة في هذه السنة اللي رانا نشوف فيها، ورانا نشوفوا في الشعوب المضطهدة، ورانا نشوفوا في المستعمرين، نشوفوا في خاوتنا في غزة. انت واش دورك في العمل المسرحي؟ ونشوفوا ايضا نجاوبك، ونشوف ايضا هنا في الصحراء الغربيه ايضا الشعوب المضطهده هنا. صح. ثم باش تكون لكل الشعوب، رساله لكل الشعوب، هي رساله الى كل الشعوب. دورك في العمل المسرحي؟ الدور في العمل المسرحي هو دور حسن، ودور هذا حسن غايته في هذه الثوره انه يكون له نصيب من الزعامه ومن انت من الانتهازيين، من الانتهازيين حسان، من الانتهازيين يبحث عن السلطه، البحث عن السلطه، وما يشغل همه وما ما يحز في ذاته انه لماذا الثوره والمجد والزعامه تختار الاخضر اللي هو صديقه، صديق هما ثلاث اصدقاء، كان مصطفى الاخضر وحسن. الثورة عبد الإله مربوع الثورة والزعامة والأرض، الأرض اللي جسدتها نوال بن عيسى في دور النجمة، والمستعمر جسدتها سعاد جناتي، الفنانة سعاد جناتي في دور ماريان. هي الزعامة خيرت الأخضر، والأخضر لا يريد شيء، الأخضر لا يريد شيء، قال لهم هو شاك فوا يريبيت كو في كل ثورة النتيجة تكون غادي احنا مبدأ صاحب مبدأ، احنا غادي نموتوا لاجله. وحسن ماشي مأمن في هذه، والسكيل ديرونج كيفاه هو توجور اون دوزيام بوزيسيون، كيفاه حتى يكيد له الصراع. يعني شحال قعدت وانت تمرن على الشخصية باش ركبت فيك؟ قعدنا عمليا يعني ام واي دمي، ولكن لا بريباراسيون في حنا في بالعباس، في المسرح بالعباس كي نخدموا على الشخصيات، ولكن نخدموا على العرض المسرحي، المخرج يقوم يشارك الممثلين معه من بدايه كتابه النص. ثم حنا كنا نجمعوا العمل هذا ونتكلموا على العمل هذا مع المخرج عبد القادر جريو، كي كانت عندها الفكره طرح لنا الفكره، قلنا فوالا، وحكينا لنا على الشخصيات اللي راهم متصورهم، وبدينا شفنا مع الكاتب بو سهله هشام، مع الاستاذ يوسف ميلا، وبدينا احنا ندخلوا في ناتولي دي سي ناتولي ديكريتور، ناتولي دو. انت مع من كنت تفاهم بزاف فوق الخشبه؟ فوق الخشبه اللي نتفاهم معاه بزاف سي تو لومون كاع، باسكو حنايا اون اون تروب، حنا بدينا، انا بديت معاهم جافي 20 اون، حنا تلاقينا اون افي لا 20. احنا في اللي يخص بالعباس ولا لافونتاج اللي عندنا في بالعباس، في المسرح بالعباس، اننا كبرنا في رحبه. ستادير سيرسان فوق الخشبه ولا خارج خشبه، احنا اصدقاء وعائلتنا اصدقاء تو سا اون فامي، وعلى الخشبه ما تحش كاين هذاك لو فيلي، كاين لو فيلي، كاين لي زوتوماتيزم، تعرف
صديقك الكبير شرح باغينا نعرف الممثل شرح بيخم مام المخرج يعرف ان احنا كي نخمو وفي لي زانديكاسيون تاعه نعرف هو راه باغي كي يشوف فيا نعرف وكان في نجاوبك على الاعداد الشخصيه كان الجانب هذا خص له وقت كبير عبد القادر جليو هو معروف كمخرج يهتم كثيرا باللا ديريكسيون داكتور يهتم كثيرا باللا ديريكسيون داكتور اللي يهمه الممثل خدم معنا كثيرا على الجانب النفسي شكون اللي تعبوا بزاف عبد القادر الجريو فوق الخشبه من الفنانين اللي تعب معاه بزاف يتعب معنا بزاف كاع حنا نعيو باسكو حنا اوني هو يعرف حنا اوني ميتيكولو نبغوا الديتاي تاع الديتاي وهو يعيط ثاني باسكو هو ثاني يحب لا بيرفيكسيون يعني يحب لا بيرفيكسيون هو فاش يعني لا بيرفيكسيون وعندها ريتم تري زيلفي كادر الي لي سبيد يعني حنا اللي تركب معاه ولقت وحنا قلت لك بحكم اننا كبرنا لا بنت حنا نعرفوا بعضنا بعض سيتي تري بيل افونتور كانت تجربه هو ممثل ما شاء الله عليه عبد القادر الجريو وش اللي يخلي الممثل بارع واهتم بالاخراج يعني يتخلى على التمثيل ويركز برك على الاخراج ممثل رهيب الدور اللي ما قالكمش واش هو الدور اللي كان حابه ليه ربما هو لعب الدور الاخضر هو لعب في مسرحيات اخرى لعب الدور الاخضر في مسرحيات اخرى هو لعب لو ريبرتوار دو كاتب ياسين خادمه خدمناه اونصومبل لعب الدور الاخضر جسد الدور الاخضر في مسرحيات اخرى مش في المسرحيات في مسرحيات اخرى 2010 2014 جسد هو علاه قلت لك هو مخرج شكون اللي ادى دور الاخضر ايمان عبد الاله مربوح يعني هنا مسؤوليته كانت كبيره عبد الاله مربوح كبيره جدا بما انه عبد القادر جسد دور الاخضر ركز عليه اكثر شيء ربما من حيث الاداء عبد القادر يركز على كل الممثلين وهنا كانت عند عبد الاله مربوح نوع من التخوف لان اللي يلعب الاخضر راه مقابله هو اللي راه يديريجي بصح احنا لي كوميديان شاكان سونسيبيليتي شخصيته دور واحد كل واحد واش يقدر كيفاش يقدر كل واحد عنده لا سونسيبيليتي تاعه ولا بروش كومون ابروش ان بيرسوناج هي المهم الجمهور يعجبوا العرض ان شاء الله ان شاء الله تعاود تذكر الجمهور راه يتبع فينا وقتاش راح يكون العرض العرض يكون اليوم السبت اليوم على الساعه 7 في المسرح الوطني مسرحيه محيدين بشتارزي في فعاليه المهرجان الوطني المهرجان المسرح الوطني هذه السنه وايضا ان شاء الله يكون العرض لا سومان بروشان في المهرجان الهيئه العربيه بالعراق كل التوفيق ان شاء الله نشاركوا نورمالمون عندنا لو 11 ان شاء الله نلعبوا في مسرح بغداد ان شاء الله في فعاليه المهرجان كل التوفيق لكم كل الشباب اللي اجتهد من اجل هذا العمل المسرحي شكرا اجمل الاغاني اللي يدير ربي يرحمه يعني حتى اللي ما يفهمش اللغه القبائليه يعني هذاك الريتم وهذيك الموسيقى يعني تخليه يحبها صراحه نهديها لكم ليكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا مازالكم تتابعوا فينا لانه مازال عندنا محطتين ان شاء الله تتابعوهم معنا لان محطه تفصيل او خياطه وتفصيل مع اسماء العالي تعودتوا على حضورها معنا كل يوم سبت اليوم سنتعرف على كيفية خياطة اكسسوارات لتسهيل الترتيب والتنظيم مع اسماء العار صباح الخير اسماء صباح النور ايمان صباح النور لطفي ان شاء الله تكونوا بخير صباح الخير مدير لاباس والله الحمد لله ايمان صباح الحمد لله تعودنا عليك دائما اسماء تجيب لنا افكار جديده كما قلتي ترفق ماش نديروا حاجه يعني تكون بريزونتابل وشابه ونشبحوا بها يعني الدار ولا المطبخ هذه اليوم جبنا حاجه اللي تقدر تفيدنا في غرفه النوم تقدر تفيدنا في غرفه الجلوس هذه الحاجه هي هذا لو سيبور هذايا دوك تشوفي هكذا ما تفهميهش ما فهمتش هذا يا ايمان هذا اللي يخليك يسهل عليك عمليه تنظيم غرفه الجلوس تاعك ولا في
ولا في غرفة النوم، حنا عندها توجور تيليكوموند نوادر لي ميديكامون تاعنا، ما باليش انا جورنال كتاب اللي تقرايه دائما توجور تبيهم يتبحر لك تيليكوموند يتبحر يعطينا الصحة. هدايا حاجة اللي مليحة فيه انه يجي في لاكود وقت تاع الفوتوي. هادية هاوليك فاش يجي باش يفهمه، هاوليك فاش يجي هاد لابارتي تدخل تحت القعدة تاع الصالون تاع الفوتوي، وهادية تجي على لاكودوار هكذا. اوكي تتخبى ما تشوفش، وهنا تحطي فوالا ما قلتي نوادر، هايدي كان هذا لو نوت بوك تاعي نحط تيلي كوموند، نقدر ما نحط نوادر فوالا. اللي عنده دواء انسان كبير ولا عنده دواء ديالو يحطه هنايا، او ميم طون راهم اورغانيزي ميم كي ما تكونيش ما يتبحرولكش ما يقعدوش مزربعين فوالا يعني وما نصيبوهمش. وهاد لابارتي هادي تدخل تحت هذيك القاعده تاع الصالون، ترفدي الكوسان تاع الصالون تحطيها و... لا حبيت بيت الفكرة هايلة. واش نحتاجو لتطبيقها؟ واش نحتاجو لتطبيقها؟ نحتاجو مستطيلين اللي فيهم العرض تاع هاد لابارتي الكبيرة. هاد المستطيلين باش نخبيو فيهم، وشنو أنا في الأكسسوار اللي راح نخيطو هنايا حبيت ندير ميم بلاصة الكتاب ولا جورنال ولا ماغازين ولا كيما يحبوا. دونك عندنا مستطيلين هايليك يجي فيه 22 هذايا العرض، والطول يجي فيه 38. هذه هي وابخي هما لا ديمونسيون اللي يحبوها. ونسحقوا المستطيلين الكبار بون، واحد اللي نبطنوا به واحد اللي يبان. هدايا فيه 1 متر على 38 قيس العرض تاع هاد المستطيلين الصغار. علاش درنا فيه 1 متر؟ درنا فيه 1 متر باسكو جينيرالمون لي زاكودوار تاع لي صالون يجي فيهم 58 هكذا. يكون 85 باردون 85 كلش، وزيدي هذاك 15 سنتيمتر اللي يدخل تحت الكوسان هذاك تما 1 متر. ابخي كاين هذوك لي فوتوي اللي يجوا عاليين ولا شاك على حسب تقيس بالمتر وتشوف، وثاني على حسب لون وديكور تاعك. فوالا دبر انا هذا كان متوفر عندي وشفت باش يبان خير لاكسيسوار دونك خيرت هذايا. يعطيك الصحة اسماء، نخليوك تبداي تطبقي في هذا. شكرا شكرا ايمان. تصميم على المباشر، اكيد الخطوة راح يتبعوها معنا مشاهدينا. احنا مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الاعزاء، محطتنا الاخيرة راح تكون بامضاء مميز لطفي. راح تكون بامضاء طريقة حياة مميزة بتميز ضيفتنا اسماء بن حامد مختصة في علم النفس، اللي راح تستعرض لنا موضوع يهمنا جميعا. نظن انه من الطبيعي انه يكون فيه توتر وقلق، ربما احيانا خوف من بعض السلوكيات اليوميه والعلاقات الاجتماعيه اليوميه اللي نعيشوها في حياتنا، بالاخص الناس اللي يواجهوا مجموعه من الناس. لكن انه يتحول هذاك الخوف والقلق الى قلق مستمر ودائم، نخاف من رده فعل المتلقي ربما، او الحكم علينا بحكم مسبق، انتقاد سلبي ربما، هو الشيء اللي خلينا متخوفين بزاف. خوف يزيد عن حده، هو ما يطلق عليه علميا باضطراب القلق الاجتماعي، او ما يعرف بالرهاب الاجتماعي. عن الاعراض، الاسباب، سبل الوقايه والعلاجات راح تحدثنا الاستاذه لينا اليوم. صباح الخير. صباح الخير صباح النور استاذه اسماء، اهلا وسهلا. نورتينا بحضورك. شكرا. الموضوع اليوم هو موضوع جد حساس، لانه يبدا في مرحله الطفوله، أعراضه تبدأ في مرحلة الطفولة ويتواصل مع الإنسان إلى مرحلة متقدمة من العمر. الأسباب هي كثيرة جدا، راح نخصص بها منها سببين اللي يكونوا واضحين. هو السبب الوراثي، قد يكون هذا الاضطراب أو المرض النفسي وراثي. والسبب الثاني هو تعرض هذا الشخص ولا الطفل في مرحلة الطفولة إلى موقف حرج. وبالنسبة للتعريف، هو اللي مديته أنا نفسه؟ أكيد هو نفسه اللي مديته، الرهاب الاجتماعي. كذلك نطلق عليه اسم القلق الاجتماعي، وفي بعض الحالات يقولوا الهلع الاجتماعي. هذه كلها تسميات، والتعريف اللي اشرت له ولا شرحت له صحيح. هذه الحالة النفسية اللي يكون فيها المصاب بالاضطراب أو بالقلق الاجتماعي حالة فيها نوع كبير من التوتر. اضطراب المزاج عنده أعراض، هذه الأعراض تظهر عليه أعراض الاكتئاب، أعراض القلق، الأعراض كلها أعراض تعرق. الاكتئاب
خوف. هذه الاعراض الجسديه، الاعراض النفسيه تظهر عليه مع بعض. اعراض اضطراب الاكتئاب واعراض اضطراب القلق يكونوا عند المصاب بالرهاب الاجتماعي، بالاضافه الى الاعراض النفسيه، التعرق في اليدين، تعرق في الجسم، خفقان القلب، الارتجاف. راح يوصل الى مرحله انه يكون خفقان القلب حتى يحس قلبه راح يحبس هذا المصاب بالاضطراب بالهلع الاجتماعي. الحشمه هي اللي تخليه يخاف، لانه كاين ناس اللي يقول لك انا نحشم نواجه مجموعه من الناس. مثلا نحكيو على العلاقات الاجتماعيه اللي تكون فيها ربما توجيه كلمه لمجموعه من الناس او غيره، مواجهه اشخاص. الحشمه قد تكون سبب وقد تكون هي عارض للرهاب الاجتماعي، تقدر تكون هي سبب وتقدر تكون عارض، لكن هذا المنشا تاعو قلت يكون من طفوله، انه تعرض لموقف حرج، ممكن يكون راح تكلم بطريقه غير سليمه او بطريقه سلبيه، ولا قال موقف وبعض الاشخاص عرضوا عليه، ولا تعرض للقاء جماعي ولا اجتماعي حتى ولو انه في الاسره ولا في البيت، وتلقى انتقاد كثير، انتقاد سلبي على هذا التدخل تاعو ولا الموقف اللي تعرض. هي كل الأسباب عندنا، السببين الرئيسيين هو تعرض للموقف الحرج ولا في الطفولة حسب تنشئة هذا الطفل أو الشاب بالنسبة لهذا الاضطراب. أستاذة، كاين بعض الناس وما يقول لك ماشي اجتماعيين بطبعهم ياك، لكن هل هذا يدل انه عندهم رهاب اجتماعي؟ كيفاش نقدروا نفصلوا بين شخص يكون شويه هكذا منعزل انطوائي شويه وبين شخص عنده رهاب يعني؟ واذا كان عدم ثقه بالنفس هي اللي تخليه لا باش يستصغر من شخصيته. أكيد. ربما باش نفرقوا ما بين الرهاب الاجتماعي وعدم الثقه بالنفس، والانسان اللي يكون منطوي يكون شوية. منطوي بطبعه، هذه اعراض وحده، الرهاب الاجتماعي وحده. هي الفرق كيفاش الانسان المنطوي يكون عايش حياته الفرديه عاديه جدا، يكون متوازن نفسيا متوازن صحيا، لكن كي يكون في موقف يقدر يتدخل بسلاسه، يطرح افكاره بسلاسه، يتقبل الطرف الاخر، وما يكونش عنده اعراض خفقان القلب. هذا اللي عنده ثقه بالنفس، اللي عنده ثقه بالنفس، اللي ما يكونش عنده الرهاب الاجتماعي يقدر يكون انسان انطوائي وما عندوش الرهاب الاجتماعي. انه الثقه بالنفس تعزز لنا الثقه بالنفس، تعز لنا التفاعل والتواصل مع الاخر ولا مع الجماعه، تقلل من الاضطراب بالرهاب الاجتماعي. خلينا ما نخافوش من انه يسخروا من الاخرين، لانه اللي عنده رهاب اجتماعي ظن الخوف من نظره الاخر ليه. نعم. ويستصغروه سخريه منه، يحطوه في موقف الاحراج، اللي هو اصلا منشا الاضطراب الرهاب الاجتماعي. اكيد. بالنسبه للناس اللي تعاني من الرهاب الاجتماعي كعلاج ولا كارشادات اللي راح نقدمها لهم، اولا في الدار في المنزل الاسره يعطوهم فرصة للتفاعل أول شيء داخل الأسرة. عندنا يعودوهم عفوا على التواصل والاتصال، يعودوهم أنهم يقولوا كلمتهم، أنهم يتواصلوا مع أفراد الأسرة، وبعدها عندهم تشوه في الأفكار، تشوه معرفي، يصحوا أفكارهم تجاه أنفسهم وتجاه الإنسان اللي راح يتلقى المعلومات ولا الإنسان اللي راح يتفاعلوا معه. عندنا كذلك يتعلموا ممارسة التنفس البطني العميق وممارسة تقنية الاسترخاء والاسترخاء العضلي. هذه الثلاث تقنيات يساعدوا كثير على التخفيف من اضطراب الرهاب الاجتماعي. عندنا اضافه الى هذا، اذا كان الاضطراب هذا يعرف المصاب انه مرفق باعراض جسديه كما ذكر لطفي مقبل، الى عرف باللي عنده انه يتعرق بكثره، عنده خفقان في القلب، هنا يتوجه الى الطبيب الامراض النفسيه والعقليه، لانه هذه الاعراض تتعالج دوائيا. يمكن يكون وراثي؟ اكيد الاضطراب الاجتماعي عندنا وين يكون عندهم وراثي، انه تلقى احد الابوين كان عندهم اضطراب ولا احد من الاسره كان عنده هذا الاضطراب، يقدر يكون وراثي ويقدر يكون عائلي. هذا الانسان المضطرب راهو اكتسبه بالنمذجه، اكتسبه من العائله، يقدر يكون وراثي. طيب اللي مصاب بالرهاب الاجتماعي يعني في
ملي يكون صغير وهو عنده هذا الرهاب ولا يقدر يكتسب ربما بسبب صدمة ولا اكتئاب ولا نعم هي أغلب الحالات ملي يكون صغير تبدأ من الطفولة ولا المحيط يعني المحيط اللي يكون عايش فيه من الأسرة اللي هي المسببة ولا حتى المجتمع اللي خرج لهذاك اللي خرج له الطفل هو يبدأ الأغلبية الحالات تبدأ من طفولة من 7 سنوات حتى المراهقة والمراهقة المتأخرة حتى 18 سنة يكون يبدأ المرض ولا الاضطراب في هذه المرحلة ويقدر يكون يصاب به الإنسان لما يكبر أنه مثلا إنسان توظف في وظيفة ويخدم مع جماعة في أول لقاء له مع الجماعة طرح مثلا طرح إنجاز ولا طرح فكرة ما وتعيب على هذه الفكرة ما استقبلوهاش دونك يقدر يصاب بالرهاب الاجتماعي هذا الإنسان يولي يتجنب أنه يطرح أفكاره يتجنب يتفاعل مع الآخر يتجنب حتى أنه يخرج للمجتمع ولا تلقاه في العزلة تلقاه دائما لو كان يجيه موقف باش يكون مع الجماعة يصيبوا بهذه الأعراض اللي كنا درك وكيفاش نتعاملوا معه ونصرفوا معه باش نخففوا له هو من حده هذاك الرهاب هو الانسان اللي مصاب بالاضطراب قلت يتعلم الاسترخاء الاسترخاء العضلي يتعلم تنفس بطني عميق يصحح الافكار افكاره وافكاره تجاه وافكار الاخرين تجاهه هذا اكيد يكون عنده تشوه فكري بالنسبه للمجتمع لازم يكون داعم جبر الخواطر اكيد ضروري يكون المجتمع يكون داعم يجبر الخواطر الرسائل التحفيزيه الرسالات الايجابيه الرسالات التحفيزيه هنا وين يقدر الانسان وين يقدر المجتمع يساهم ويساند في المصابين بالاضطراب الهلع الاجتماعي او القلق الاجتماعي. بما انه قلتي يبدا في الطفوله يعني في مراحل مبكره كيفاش لازم تتعامل الام ولا الاب مع الطفل اللي يبدا يظهر عليه علامات الرهاب الاجتماعي؟ يعني كما نقولوا يخليوه يخرج وحده وش لازم كيفاش لازم تتعاملوا معه؟ هنا في العائله لما يكون الطفل صغير يبدا من العائله اصلا يخلوه يستقبلوه كيفاش يهضر يعلموه يتكلم يعلموه يتفاعل اولا في العائله ما يقدروا يديروا لعب الادوار يكون الطفل هو يعاودوا يعكسوا الادوار يديروا الدور الاب هو الطفل والطفل هو الاب يخلوه يلقي كل افكاره ويشجعوه عندنا التشجيع والرسائل الايجابيه عندنا المسانده هذه تبدا في العائله هذه الافكار ومن بعدها كي يخرج للمجتمع كي يخرج مثلا في الشراء ولا في التعامل مع الاخرين يخلوا الطفل هذا هو اللي يتعامل باش يكون اكثر تفاعل اكثر تواصل وتبدا تنخفض اعراض اضطراب الهلع الاجتماعي. نوع العلاج جلسات نفسانيه ولا ادويه تقدم تمنح للشخص المصاب أكيد. بالرهاب؟ نعم كي تكون الاعراض النفسيه مثلا اعراض اضطراب القلق والاعراض في الاعراض خفيفه وهو في قبل في الحاله في الحالات وقتاش نلجا للعلاج لما يتكرر هذا الهلع او القلق اكثر من 6 اشهر عندي 6 اشهر متكرر هذا الاضطراب النفسي كي تكون عنده اعراض القلق والتوتر اعراض خفيفه راح يروح للمختص النفسي لكن اذا صحبت بالاضطرابات الجسميه اللي كنا قلنا التعرق خفقا في القلب يتدخل هنا العلاج الدوائي من طبيب الامراض النفسيه. شحال تدي مده العلاج؟ مده العلاج تتراوح كل حاله وعلى حسب اقدميه الحاله على حسب الاعراض اللي متواجده تتراوح من 3 اشهر الى فما فوق. اللي يكون عنده رهاب اجتماعي استاذه يصيب في مواقع التواصل ملجا ليه يعني يتواصل غير بالتليفون ومواقع التواصل؟ نعم يقدر في حالات كاين حالات اللي يكون خلف الشاشه ويقدر يطرح افكاره ويقدر يكون عنده هذاك القانون يثبت نفسه لكن في بعض الاحيان كاين المصابين باضطراب الهلع الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي عفوا ما يقدروش يديروا في بالهم باللي هاد الناس راح يعرفوهم راح يوجهوا لهم السر وكاين اللي تتحول الى شخصيه اخرى شخصيه انتقاميه اكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي يولي كانه ينتقم من المجتمع اللي ينظر ليه نظره ناقصه واللي هو ينظر نظره ناقصه للناس الاخرين ويبدا ينتقد في الشخصيات وغيره اكيد هذه النتائج بعد انه لو الشخص هذا والفرد عفوا ما تلقاش العلاج وما راحش ما استشار لا اخصائي نفسي ولا طبيب امراض نفسيه والعقليه راح يطوروا عنده النتائج يولي شخصيه عدائيه يولي شخصيه متنمره يولي شخص يتقمش شخصيه غير شخصيته ويولي سلبي وعدواني راح يروح لواحد المجال اخر يزيد الاضطراب يصاحبه اضطرابات اخرى. ربما نصائح نختصر بها الموضوع استاذه اسماء.
بعض النصائح. نقول انه في اذا كان عندنا طفل او مراهق حتى الراشد مصاب باضطراب القلق الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي يلجا الى المختص النفسي. اذا كانت هنا اذا كانت الاعراض اكثر من سته من ثلاث اعراض وتواصلت سته شهور على التوالي يتواصل مع الاخصائي النفسي او طبيب الامراض النفسيه والعقليه ليخفوا من هذه الاعراض ممكن يخفوا من الاضطراب. اذا ما قدرتش العائله انها تساند او توجه هذا الطفل او الراشد اذا ما قدرتش تسانده باش يتخلص من الاضطراب الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي يتواصلوا مع الاخصائي. اسلوب التعرض او المواجهه يقدر يكون اسلوب علاج. هذه النقطه نسيتها، يقدر يكون اسلوب العلاج بالصدمه، المواجهه يعني يقدر المواجهه الشيء اللي يخاف منه. اكيد نكونوا في جمهور مثلا ولا في جماعه ونكونوا على بالنا بلي انه هذا الشخص او مشخص بالاضطراب الرهاب الاجتماعي، نقول له تفضل القي كلمتك، تفضل القي كلمه تاعك، تفضل شارك، ما يكونوا مش بشرط تكون جلسه حقيقيه ولقاء جلسه حقيقيه او رسميه، حتى ولو تكون في العائله في عرس في حفله نعطوه التدخل بدون علم، ما كانش تحضير مسبق. هنا العلاج بالتعرض الصدمه، العلاج بالصدمه والعلاج بالتعرض يكون فعال في بعض الحالات. شكرا لك، يعطيك الصحه استاذه، استفدنا كثير من خلال الاضاءه حول الرهاب الاجتماعي. ما كانش احسن من انكم تقابلونا احنا كمجموعه فريق عمل لبرنامج صباح شروق باش تخلصوا من كل اضطراب اجتماعي او رهاب. مازلنا متواصلين معكم، فقط نعود نوليو عند اسماء ايضا حتى نشوفوا الشكل النهائي للاكسسوار اللي اختارته لنهار اليوم. تفضلي اسماء شوفوا الشكل النهائي. هاوليك الشكل النهائي ايمان. فوالا هايدي كيفاش هيك. حبيت صراحة. هذا يا برك الفرق بين هذا وهذا، هذا زدت له اون بوش الجورنال كتاب. ايه. ماجازين أي حاجة يقدروا يحطوها هنايا، وهذه بلاست نوادر دواء. هايلة حبيت الفكرة. أنا تاني حبيت. وتاني ما تبحرش أمراتك، حنا معروفين بالتيليكوم. هذه وين تتحط؟ تتحط في الصالون. نيمبورت كال فوتوي. في أي مكان. غرفة الجلوس، غرفة النوم، وين كانت؟ غرفة البيبي زعما أمرات تحقيهم فيه، تحطي فيه التيليكوم تاع الكليماتيزر، يعني فريمون حاجة اللي. خاتيك و. تساعد في الترتيب. حنا عندنا المشكل تاع تيليكوموند ما تلقايهاش، تاع تلفزيون تاع كليماتيزور ما تلقايهاش، عندنا هاد ال. شكرا لك اسماء. لا يا شكرا اسماء، ان شاء الله تعجبهم الفكره ويسيوها ويعطيونا ارائهم. اكيد اكيد راح تعجبهم الفكره. شكرا لك اسماء. هايلة وانتم هايلين مشاهدينا، يعطيكم الصحه اللي تابعتونا طيله حلقه اليوم من برنامج صباح الشروق، ان شاء الله تكون كانت كلها فائدة واستفادة، استفدتوا من كل ما اخترنا لنا اليوم، وبدنا أكيد استفدنا من خلال تواصلكم وتفاعلكم عبر التليفون أو حتى من خلال الرسائل التي تصل برنامج صباح الشروق. ولحقنا لختام حلقة اليوم من برنامجنا. شيف نديم. دوبارة يا بلبس الله دارها. هاني قلت لك ليك بلبس هذه لي. هذه سمعي مليح، عاود لها. هذه درتها له. خاطر ما عندي حاجة. احنا العادية ما درنا لهاش البصل. ما عندي حاجة، إيه؟ نعم. يعني كنت كنهضر شويه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله 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 الله. صح هي اصلا كنكل هكذا. معليش تسكتوا لي شويه. انا سكتت. بسم الله. سكت معنا وماشي. دير لي حاجه الاغنيه تاع حسني هذيك اللي بدينا بها افتتاحيه، تهز الدغدغ القلب والدغدغ المشاعر. ما كانش احسن من دوبارة تغدغ المشاعر. ما ربي يخليك. من ايادي شاف نديم. ما ربي يخليك. برافو. صح. وشوفي يا نزول اللي طلب بيدرو. فينالمون بيدرو كنتو توزا. دار لك مطلوعه. الله الله. حسني ها. صوروا مع دوبارة ماشي معايا. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. دوبارتي يا دوبارتي. دوبارتي يا دوبارتي. نعم ايمن، ما هي الحسوه ولا كان التشربه تاع الفريق تاع منطقه الجنوب هايلي؟ انا ايمن ما ديش حمراء بزاف كيما احنا الشربه تاعنا العاديه. درتها بالفول؟ نعم ندير بالفول، لحم الغرمي والفريك هذا ما كان. نعم مغرمي هما يديروا لحم الجمل بصح حنا درناها بالغرمي. نعم الغرمي تمد بزاف. هذه احب حاجه انا على قلبي، هذا صح قولي قولي بصحتك فيها الحليب تحلي قولي وحده تشوفيها هكا دايما تشكيش على بالك كل لطفي كل دا بصحتك دي تبسي وراها
كوليها ديما نحلي وحده تشوف تجي بزاف بزاف طريه نشوف حليتي صافي يشوف او يتبع فينا هاكي حليتي صافي خلاص نعم هاكي ختمتي هذه تحليه تعتبر هذه تحليه نعم خاطر المعسله كاين اللي يحبها ماشي معسله صح ندوق شويه بزاف بزاف طريه لداخل خاطر فيها حليب وما ديش فيها بنت الحليب هذه تجيب لاتاي ولا بقاوه حليب بقاوه حليب كي كنا نديروها والله بقاوه حليب بقاوه حليب مبينه وواحد الريحه فيها ريحه الدهن نعم درنا فيها بسم من الداخل درنا الحليب باش ما ديرناش الحريق كي ناكلوها اه هايله يعطيك الصحه برافو عليك يعطيك الصحه نديم يعطيك الصحه يسلم يداتك كما يقولوا ربي يخليك على الكسره هذه شكرا جزيلا والخبز ايمان يعطيك الصحه شكرا لطفي شكرا لك نديم مشاهدينا لقائنا غدا نفس التوقيت على نفس القناه تكونوا في الموعد انتظرونا للقاء